طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الجمعة 19 يونيو 2020. الجمعة مبروكة وبخيتة عليكم جميعا في كل مكان، إن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا لتقديم خدمة مجتمعنا ووطننا. اليوم يشرفنا ويسعدنا إنه معانا الباشمهندس عثمان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن خليل علي، اللي هو خريج جامعة السودان وعمل ماجستير في علم المواد في جامعة نوتنغهام. هيقدم سيمينار عبارة عن الماجستير بتاعه في جامعة نوتنغهام بعنوان Evaluation of Arc Melting as a Surrogate Process to Emulate Microstructures Found in SLM 3D Printing Method. عنوان يعني زي ما يقولوا يقوم النفس. فباشمهندس عثمان مرحب بك، ونحن سعيدين جدا باستضافتك في منبر مجموعه الباحثين السودانيين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك النور، مرحب باعضاء مجموعه الباحثين السودانيين وباقي المتابعين على صفحاتهم الشخصيه ومجموعه مهندسيه وعلماء المواد، برضو مرحبين وشكرا على المقدمه الجميله دي، ونعتذر يعني عن عنوان الخلع ده مطلعات البحث وكده يعني لكن ان شاء الله احنا بنحاول يعني نخلي الموضوع من ابسط ما يمكن، والناس ان شاء الله يعني تلقى حاجه تستفيد منها وتكون ممتعه في نفس الوقت. نحاول ان شاء الله قدر الامكان زي ما بقول اينشتاين، سيمبل بس نوت سيمبل. تفضل. ليس از مور. اي نعم. طيب، السلام عليكم مرة ثانية. أنا عثمان عبد الرحمن خليل، خريج جامعة السودان زي ما قال زنور، هندسة ميكانيكية قسم القدرة 2014، وبعد كده اشتغلت في الجامعة نفسها كمساعد تدريس في قسم القدرة حوالي سنة تقريبا، ومن بعد التحقت ب مركز البحوث للتجارات الصناعية وقعدت فيه زي 6 شهور كده، لكن يعني كنت في الفترة دي كلها مجتهد في انه يعني في موضوع الماستر وكده، شفت اي ماستر وكده في المجال عشان اطور نفسه يعني، لكن سبحان الله يعني طوالي ظهرت لي جوب في الكهرباء، فانتقلت سريع يعني ما قعدت في مركز البحث، ولو اني اشتغلت يعني بعض الدراسات جدوى وكده، لكن كنت متحمس لان امشي اشتغل حاجه في الميكانيكا يعني حاجه ميكانيكيه بحته، فيادوا ضد الكهرباء دي، وبعد كده مشيت معاهم يعني اشتغلت كمهندس صيانه ميكانيكيه في قسم القدره في محطه بحر الحراري، وفي الحقيقه يعني تميت زي اكثر من سنتين وشويه كده، وهي يمكن دي قادتني يعني للماجستير بتاع علم المواد تحديدا. يعني زمان كان واحد عندي مشكله بتاعت اعتقد بتواجه الخريجين والطلبه بشكل عام يعني تحديد المسار او التخصص اللي زول عايز يمشي فيه والتراك اللي داير يمشي فيه، فدي كانت واحده كبيره من المشاكل يعني. انا كل سنه كنت بيجي بابروتش جديد بفكره جديده، انا داير امشي اقرا مثلا تخصص ماجستير في الاتش باك مثلا او التبريد والتكييف، بعد شوية جاتني أفكار إنه أمشي في مجال الطاقات المتجددة باعتبار إن دي كلها درستها في البكالوريوس وبعد كده درستها على في الماجستير وكده، لكن يعني فترة شغلي في الكهرباء تحديدا وفي شغل الصيانة يعني الحمد لله هداني عن طريق ذاته المهندسين الموجودين هناك في الكهرباء ما قصروا معي، ويعني من خلال النقاشات من خلال الشغل في الصيانة وكده اكتشفت إنه ده الماتيريال ساينس هو ده العلم اللي أنا داري أمشي تيجي فيه أكثر وتخصص فيه زيادة يعني، فالحمد لله رب العالمين هو بمساعدة الشباب هنا في الكهرباء وكده وتوفيق من ربنا طبعا قبل كل شيء، وتحصلت على منحة الماجستير في جامعة نوتنغهام، والحمد لله هو مشينا يعني إن شاء الله وإن شاء الله يعني نقدر نقدم حاجة يعني، دي أنا واحدة من أهدافي. ولو لاحظتوا قبل فترة أنا قلت برضه نزلت لي بوست في مجموعة وعملت مجموعة ثانية لمهندسي وعلماء المواد، فعندي رغبة كبيرة في انه اقدم مساعدة يعني لاخواننا في السودان
وكذلك الطلبه يعني بالتحديد. انا دائما بركز مع الطلاب والخريجين البيضاء، لانه بحسهم يعني الواحد لما يكون فاقد التراك بتاعه بيكون يعني تو سام اكستنت بيكون يعني نوعا ما متوتر او كده، بيكون مضايق ما عارف يمشي فيها تجاه وكده، خاصه لو يمشي يقرا برا ويحضر وكده. فان شاء الله يعني يعني جاهزين لاي مساعده نقدر نقدمها من خلال المعرفه اللي عندنا او خلال علاقاتنا الموجودة يعني حول العالم، ومرحب بكم في أي وقت. طيب دكتور، أنا طبعا شفت كثير من ال لا كويس جدا جدا، ما في مشكله بالعكس، يعني عشان الطلاب والناس يعني ديكاريليت الحاجه اللي بتقدمها. تفضل. طيب زي ما شايفين العنوان هو Evaluation of the Arc Melting as a Surrogate Process to Emulate Microstructures found in SLM 3D Printing for Structural Materials. زي ما قلت هو العنوان شوية عريض، ولكن بنحاول نساهمها نبسط يعني. الكونديشن تحديدا ده اللي انا عرضته في المناقشة بتاعت الماجستير بتاعتي، وجدته زي ما هو ما غير تمام ما فيه اي حاجة يعني. ولأنه بعد ذاك انا البحث نفسه عملت فيه بعض التعديلات، لأنه كان عندي وقت متاح بعد المناقشة لاني اعدل. لكن بشكل عام ده اوفر فيو عن البحث بتاعي. هتكلم عن الاهداف والاوبجكتيفز بتاعت البحث نفسه، وبشكل سريع نمر على الاكسبيرمنت وما يعرف المايكرو ستراكشر اوف ذا ارك ميلتد ميل 10 سلاي سامبل. وبعد كده هتطرق لبعض الظواهر اللي واجهتني دور البحث، يعني هي كانت ما بشكل اساسي ضمن الاوبجكتيفز، لكن يعني مريت عليها لانها كانت فيري انترستنج وكان لازم اتطرق لها اكثر يعني. وبعد كده ان شاء الله نشوف الخلاصه والريكومنديشنز الطالبه بس. الجهاز ده الجهاز اللي استخدمته، لكن حاجه امر عليه مره ثانيه. انا بس في البدايه عزمتي يعني انتدكشن على البحث بتاعي. طيب هو بيزكلي لانه في بريطانيا عموما الماجستير بحثه هو بحث تكميلي يعني، فالبحث مدته ما طويل لانه الماجستير اساسا سنه يعني، فبدوك حوالي 3 شهور عشان تشتغل فيها بس. طبعا 3 شهور للناس للباحثين بيكون معروف انه دي فتره بسيطه شديد، ما بتقضيك انك تشتغل شغل كثير. في العاده ممكن تشتغل مع بي اتش دي ستودنت عنده بحث، تشتغل مثلا حاجه بسيطه في بحثه، او يكون في بحث اكاديمي اوريدي انت بتواصل فيه. فانا بحثي بتاعي ده كان عباره عن جزء من رساله بتاعت بي اتش دي، والرساله كانت بتهدف لبناء استراكشر لجهاز بتاع هيدروجين ستوريج. طبعا الهيدروجين ستوريج يعني عنده استخدامات كثيره في مجال الطاقه، بسبب الطاقه اللي بيوفرها الهيدروجين نفسه عن طريق التخزين. الهيدروجين ممكن عن طريق يتخزن عن طريق الكومبريشن، ممكن يتخزن عن طريق هاي ما يعرف بالميتال هيدرايدز. الميتال هيدرايدز دي عباره عن ماتيريالز بتدمج بين الهيدروجين بتاعك والميتال، بحيث انه لما يحصل تفاعل بيناتهم بينتج هيدروجين يتخزن احتاج له بعد فتره من الزمن، مثلا في الصيف او في الفترات اللي بيكون فيها مثلا الطاقه الشمسيه متوفره بشكل كبير في الميزه بتاع كده، برجع التفاعل بشكل عكسي ما بين الهيدروجين والميتال، بتطلع عنه طاقه او حراره مثلا، بستخدم الحراره دي في ان انا اجيب بيها احرك بها مثلا بويلر او اعمل بها ستيم، اشغل بها توربان وتولد كهرباء مثلا يعني كمثال. ففي البي اتش دي الهدف الاساسي منها انه تعمل لنا ستراكشر بيقدر يخزن اكبر كميه بتاعت هيدروجين عشان يتحصل على اكبر طاقه ممكنه. تمام. فانا لما اتكلم عموما عن الهيت ترانسفير نفس الميكانيكا، لما اتكلم عن الهيت ترانسفير بكون دائما محتاج لمساحة بتاعت تبادل الحرارة أكبر، عشان كل ما كانت المساحة كبيرة كل ما كان الانتقال كثير. فالفكرة إنه بدل ما نحن نعمل حاجة بمساحة عالية، نحن نعمل حاجة بمساحة صغيرة ولكن يكون فيها شانلز كثيرة، بحيث إنه جوا الكنز دي يكون عندي كميات كبيرة من الهيدروجين، زي الشكل الموجود عندنا في المخطط بالجنب ده أو في الرسم بالجنب ده، اسمه سكافولد لايك استراكشر. ولو لاحظنا هنا عندنا كميه من البورس والقنوات الموجوده على الاستراكشر ده، معناته ان هنا كل ما كان عدد القنوات بتاعنا اكبر كل ما كان شنو كل ما قدرنا نخزن هيدروجين بكميات اكبر وبالتالي طاقه اعلى. طيب نحن كناس بتاعين ميكانيكال انجينيرز، يعني
اللي بيهمنا في الهيدروجين ستوري شنو؟ يعني بخلاف في الغالب الهيدروجين ستوري بيسموها اسم كيميكالز الكور كيميكال انجينيرنج. نحن عايزين هدفنا انه نوصل او نبني الاستراكشر الموجود عندنا السكافولد لايك استراكشر ده. ودي دي المين اوبجكتيف بتاعت البي اتش دي، انا كنت جزء منها انه نقدر نبدا حاجه زي دي. طيب الطرق التقليديه للمانيفاكتشرين عموما زي مثلا الكاستنج او السك والفورجينج مثلا او الليذرينج وكده، الطرق التقليديه دي عندها بعض المشاكل في انها ما بتقدر تعمل لها كومبلكس ستراكشر زي الموجود عندنا قدامنا ده، يعني من الصعوبه المكان. فبالتالي ال 3D printing دي واحده من الـ من الـ من الطرق المستحدثه relatively modern يعني بتمكن من الكومبلكسرز ده بديزاين بروبرتيز عاليه وفي نفس الوقت بكميات كبيره يعني. فالفكرة انه نحن نقدر نعمل الحاجة دي الهيدروجين ستوري ديفايس ده نعمله عن طريق الـ 3D printing. باشمهندس دقائق بس، انا نزلت البوست في المجموعة بتاعت الماتيريال لكن pending ما approved، ما انت الادمن هناك الوحيد، فحاول مرة لانه الناس بيكون مستنين. ايوه معلش بنعتذر على الحاجة دي، لكن يلا نمر لكم الصباوالي. أدمن كبير يا باشمهندس. عامل ثابت ليه؟ والله نرحب يا اخي بالشباب كلهم موجودين. طيب نرحب بالشباب في مجموعه المواد. طيب احنا قلنا عندنا الاستراكشرز ده عايزين نعمله لهيدروجين ستوريج ديفايس. والطريقه الامثل اللي انه نعمل نقدر نعمل الاستراكشر معقد زي ده انه نبنيه قلنا بال 3D printing. طيب بعضهم عن ثلاثيه ابعاد للناس الناس اللي اول مره اسمعوا بها وكده، نحن نعمل شنو في ال 2D البرينتنج العاليه ده بتاع الطباعه العاليه ده بيحصل شنو؟ الحبر انت بتمشيه في بعدين مش كده اكس وواي عشان تطبع الكلام الموجود قدامك. هنا تتخيل انه الطباعه دي عندنا لو عملناها في 3 اكسس يعني اكس وواي وزد هيحصل شنو؟ هيدينا كلمات لكن شنو عامله كده يعني ماشيه لقدام وماشيه لورا ماشيه لفوق. تخيل معايا الموضوع ده. ففي 3 دي برينتنج نفس العمليه لكن شنو؟ لكن اللي بنعمل بها يعني ستراكشرز عديله يعني بنبني بها حاجات مواد او يعني منتجات برودكتس بنستعملها يعني ما زي الكتابه وكده. دي الفكره بتاعت 3 دي برينتنج بشكل مختصر وبسيط شديد. في 3 دي برينتنج دخلناها هنا از تكنولوجيا عشان نبني بها الاجهزه المعقده دي. طيب في بوينت ثانيه عايزين نتطرق لها اللي هي الماتيريال المستخدمه. انا خلاص حددت الابلكيشن بتاعي تمام وحددت المشكله فيه وحددت انا حالي مشكله بيعته مانيفاكتشرنج تكنولوجي. بعد كده الماتيريال نفسها انا هستخدمها هي عباره عن شنو؟ حسب الدراسه بتاعت البي اتش دي الماتيريال وصلها انسب يعني للعمليه بتاعت الهيدروجين ستوريج هي المغنيسيوم. المغنيسيوم عنده فوائد كثيره بالنسبه للهيدروجين ستوريج اللي هو بيخزن لك حوالي 6% باي ويت من الـ من الـ من الطاقه الموجوده من التفاعل ودي تقريبا من اعلى المواد اللي تقدر تخزن لك هيدروجين. فعشان كده تم اختياره يعني للبحث ده. المشكله وين؟ المشكله في المغنيسيوم نفسه انه تصنيعه بال 3 دي برينتنج صعب شويه. ليه؟ لانه المغنيسيوم فيري ريأكتيف وسوفت جدا، فبالتالي اي استرايك عليه يعني اي استرايك من طريق التصنيع بيؤدي الى تكون ابخره، والابخره دي ممكن اذا لمت في اي قطره بتاعت مويه تكون لك فليمز وتعمل لك مشاكل بتاعت سيفتي. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه زي ما حاليا عارف بعد شويه المغنيسيوم هو يعتبر فلز مش كده؟ والفلزات في ال 3 دي برينتنج بتتصنع بحاجه اسمها اس ال ام اللي هو سلكتيف ليزر ميلتنج. سلكتيف ليزر ميلتنج اللي هو التذويب عن طريق الليزر، ولكن كلمه سلكتيف يعني اختيار، يعني انت عندك يعني فوكال بوينتس محدده بتشتغل عليها عشان تقدر تكون الاستراكشر بتاعك تمام. في ال 3 دي برينتنج بيحصل شنو؟ تخيل معي
مثلا الكوبايه دي، كوبايه انا صنع الكوبايه دي تمام، اللي هو عباره عن منتج في 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 ثلاثه ابعاد مش كده، في في 3 دي دايمنشنز مش كده. طيب حيينا حيكون عندنا باودر بتاعت الماتيريال نفسها اللي هو بيسميها احنا سبستريت في بعض الاحيان. الباودر دي احنا بنجيبها نحطها في الجهاز في حاجه اسمها بيت تمام، بنسلط عليها الليزر. اوكي الليزر ده بيمشي بناء على سوفت وير محدد، يعني هو اوريدي كان بيكون مبرمج، يعني يمشي بيمشي بابعاد محدده بطريقه محدده تمام. فانا مثلا لو عايز اعمل الكوبايه دي همشي اول حاجه بيزكلي على شنو، في شكل دايره. الليزر ده هيمشي يصطدم بالسبستريت بالباودر بتاعنا اللي هو الباودر بتاع شنو؟ يعني مثلا هنا الجلاس، لكن في حالتنا دي حتكون المغنيسيوم تمام؟ فهيصطدم بالباودر ده لمده معينه، بس المده بتمشيه ويعمل الاستراكشر بتاعك بطبقه واحده ويجيف الليزر. هيحصل شنو؟ هيحصل سولديفيكيشن للحته اللي حصل لها ذوبان دي، لانه الليزر اصلا بيذوب الماتيريال بتاعتك. فهيحصل سولديفيكيشن تمام؟ لما يحصل سولديفيكيشن دي كده اول طبقه تتكون عندك في الكوبايه دي مثلا، الطبقه التيكت دي، دي اول حاجه تحصل تتكون. ها بيحصل شنو مع الداك؟ انا بقوم بعمل ثاني سبلاي لباودر فوق الطبقه اللي انا عملتها دي، وبسلط عليها ليزر بنفس الطريقه ومشي بنفس الابعاد، ويديني طبقه ثانيه وطبقه ثالثه ورابعه وخامسه وهكذا لحد ما اصل الارتفاع انا عايزه، بيديني المنتج النهائي بتاعي تمام؟ ان شاء الله تكون الحاجه دي واضحه. المشكله في المغنيسيوم انه لو انا اسلط عليه الليزر بيديني ابخره كثيره شديد. ليه؟ لانه المغنيسيوم الميلتنج بوينت بتاعته منخفضه شديد، المغنيسيوم الميلتنج بوينت بتاعته 1000 او 1100 تقريبا. والاس ال ام او سلات الليزر ميلتنج الجهاز بيشتغل في درجه حراره 3000، ففي فرق كبير واضح جدا بين الميلتنج بوينت بتاعت المغنيسيوم والوركينج تمبريتشر، ودي مشكله واحده من المشاكل بتواجهها يعني. فبالتالي حيكون يحصل شنو؟ حيتكون عندي ابخره، واحد حافقد الباودر بتاعتي. يعني ممكن عادي ممكن قبل ما انا الليزر ينتهي من الـ من الـ من المانيفاكشن او اللاير بتاعته الاولى بيعملها، ممكن ما القى باودر اصلا، ما القى حاجه يعني عشان اذوبها وبعدك اخليها تحصل لها سوليفيكيشن. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الابخره دي بتاثر على البارامتر بتاعت الليزر، فبالتالي ممكن تاثر على الكواليتي بتاعت المنتج النهائي. يعني حتى لو ما حصل ابخره المنتج النهائي بتاعتك بيكون فيه مشاكل، ممكن يكون هش، ممكن يكون فيه بورس او ثقوب او كذا. دي المشكله الثانيه. المشكله الثالثه اللي تكلمنا عنها قبل شيء اللي هو موضوع الفليمبيليتي. الفليمبيليتي اذا في عندك ابخره تكونت وظهرت H2O من اي مكان، يعني رطوبه كانت عاليه وكذا، حيحصل عندك تكوين بتاع لهب، العين نيران يعني من الاخر. فدي مشكله بتاعت هيلث اند سيفتي. طيب المشاكل دي كلها محتاجه يعني ل deep consideration لما تيجي تشتغل على المغنيسيوم، خاصه وانه الليتريتشر ما فيها شغل كثير بتاع مغنيسيوم في ال 3D printing. فدي واحده من المشاكل يعني. فيمكن من هنا انا البحث بتاعي الفكره بتاعته جات، الشغل بتاعي انا جات من عيات من الحته دي، انه يا اخي احنا عايزين نشوف لنا طريقه تكون سيف قريبه من الاسلم سلكتيف ليزر ميلتنج 3D printing، ونقدر نشتغل على المغنيسيوم نفسه ونحصل على نتائج، بحيث انه احنا نقدر نعمل كورليشن ما بين النتائج اللي ظهرت لنا هنا في الجهاز بتاعنا او الطريقه الجديده بتاعتنا هنشتغلها دي، وال اس ال ام 3 دي برنتنج. دي الفكره الاساسيه بتاعتنا من البحث. هي الايمز اند اوبجكتيفز اللي شايفينها قدامنا زي ايفالويت ارك ميلتون اللي هو ده دي الطريقه بتاعتنا اللي هنستخدمها كبديل للاس ال ام 3 دي برينتنج عشان نقدر نعمل ميلتنج للمغنيسيوم ونشوف النتائج المتحصل عليها، هل ممكن نعمل لها كورليشن مع الاس ال ام ولا لا، عشان بعد كده هو الزول بتاع البي اتش دي لما نيجي يشتغل له مثلا اي شغل داري له عينات سريعه ما يضطر يمشي يلجا لانه يعدل البارامترز حقته في 3 دي برينتنج كثير عشان يتحصل على عينه يعني ده نتائج سريعه. بس هو يعني إذا أنت داير نتائج سريعة من عينة صغيرة ما في داعي تمشي تعمل العمليات المعقدة في 3D printing، لأنك حاجة تكون قريبة من 3D printing مشابهة لها نوعا ما، تتحصل بها على نتائج سريعة تعرضها قدامك لأي برزنتيشن عايز تعمله. فدي الفكرة يعني. فنحن هسه قمنا جبنا الـ Arc Melting دي
اللي هو عبارة عن جهاز بيولد لي قوس كهربائي زي قوس اللحام بتاع السوق الواحدة عن طريق التنجستين لكن. فبولد أرك، الأرك ده بيعمل لي ذوبان العين حقتي. تمام؟ أنا حقوم أستنى عيني لحد ما تبرد يحصل أصل نوتيفيكيشن، بعد كده أقوم أشيل العين دي أفحصها. أفحصها بمعنى شنو؟ بمعنى أختبر لها الميكانيكال بروبرتيز حقتها، أشوف المايكرو ستراكشر عن طريق حاجة اسمها الكاركترايزيشن. أنا أعمل الكاركترايزيشن ماشي بحالي المايكرو ستراكشر، أشوف هو عامل كيف، المايكرو ستراكشر نتائجه ممكن تبدأ نشوف. المايكرو ستراكشر بيأثر بشكل كبير على البروبرتيز. المايكرو ستراكشر لو فوزوا ما عارفوا إنه أنا لو عندي أي ماتيريال كل ما مشيت في السكيل فيها لجوه أكتر، يعني مشيت كبد مايكرو طبعا بتاعنا 10 اس على 6 مش كده، فتخيل انت قاعد تمشي في 10 اس على 6 في الماتيريال، يعني قاعد تمشي من البعد بتاع سنتيمتر لمليمتر لمايكرومتر، تمشي تعاين هناك وتشوف الماتيريال دي واقف شنو الحاصل شنو جوا هناك، التكوين بتاع الاتومز عامل كيف، التركيب بتاع الذرات عامل كيف. الحاجه دي يعني بريفرنس محدده عندها تاثير على الميكانيكال بروبرتيز. فاحنا هنمشي نشوف النتائج جاتنا احنا من الارك ميلتر او الارك ميلتنج عن طريق الكاركترايزيشن. لو قلنا حاول نمشي نقارنها مع نتائج اوريدي قاعده في الليتريتشر من ال 3 دي برينتنج، يعني الاس ال ام 3 دي برينتنج بتاعت المغنيزيوم. الفكره الاساسيه من البحث. طيب في اضافه بسيطه عملناها في البحث بتاعنا عشان يكون عندنا بروبر ريزلتس وديسكشن لما نيجي نعمل الكومباريزن بتاعك، اللي هو عملنا شنو؟ اللي هو دخلنا ماتيريال تانية عندها مواصفات نوع ما قريبة من المغنيسيوم، وفي نفس الوقت الماتيريال دي الليتريتشر بتاعتها في 3D printing موجودة بكثافة، يعني ممكن يعتمد على نتائج الموديل في الليتريتشر. هنقوم نشيل الماتيريال دي نشتغل عليها في الارك ميلتر نشوف النتائج شنو، هل النتائج promising بعد عن طريق المقارنة مع شنو مع المواد النتائج الموجودة في الليتريتشر. فهمت كيف؟ يعني احنا عندنا هسه حاليا حاجتين هنعمله، المغنيزيوم هنشتغل عليه كده خليك منه بالجمع، عندنا الالومنيوم سبيكه او الوي اسمها AL10SI اللي هو فيه الومنيوم وسيليكون، هنقوم نجيب السبيكه دي. تمام؟ السبيكه دي نشتغل عليها في الارك ميلتر. اوكي؟ هنشوف النتائج طلعت من الارك ميلتر، نقارن النتائج الموجوده دي بنتائج اوريدي حصلنا عليها موجوده في الليتريتشر من ال 3D printing، نشوف هل ممكن نحن يعني النتائج دي هل في تشابه بين النتائج دي؟ ما انت في النهايه العمليتين عندي طرق بتاع مانيفاكشن مختلفه، طريقتين مختلفات. بالنسبه لي انه الطريقتين دي ممكن يدوا نفس الشغل بتاعها في الابلكيشن الريزلتس بتاعته. يعني بغض النظر عن الطريقتين مختلفات، انا ممكن اجيب ريزلتس من هنا وريزلتس من هنا طالما انها متشابهه يبقى الابلكيشن ممكن اشتغل عليه يعني بطريقتين مختلفات. فاحنا هنعتمد على الحاجه دي. ليه؟ عشان نقدر نعمل كورليشن بالالومنيوم، عشان نقدر نعمل كورليشن للمغنيزيوم. يعني بعدين احنا اول ما نيجي نشتغل بالالومنيوم اوكي نتائج بومزن خلاص نمشي نشتغل بالمغنيزيوم بعدها، لانه احنا اساسا لما لو جينا اشتغلنا بالمغنيزيوم فقط ما عندنا حاجه نستند عليها في الليتريتشر، ما حنقدر نعرف النتائج دي منطقيه او واقعيه ولا لا. فدي الفكره هنا، دي الفكره ان احنا عشان كده دخلنا الـ AL10SI. الشغل على AL10SI حيكون عباره عن شغل في مايكرو ستراكشر فقط، ما حنجي نرجع للميكانيكال بروبرتيز. احنا بس انه عايزين نشوف هل المايكرو ستراكشر بتاعنا حيطلع نفس المايكرو ستراكشر هناك لو اشتغلنا جوه في الاس ان ام ولا لا. طلع ياهو اوكي نمشي نشتغل بالمغنيسيوم، طلع ما ياهو خلاص حنقوم نوقف الشغل طوالي بعدك، او نعرف انه احنا ممكن ما نصل لحاجه، او ايفن لو بس عباره عن فضول ساعي حبينا نمشي نشوف المايكرو ستراكشر في المغنيسيوم ممكن يكون عامل كيف. فهذه الفكره ان شاء الله بس تكون واضحه، لانه عموما الاوبجيكتيف لو مفهوم المشكله بتاعت البحث مفهومه ده خلاص الزول بيقدر يعني يعلي البحث من فوق ويفهم هو بيسوي في شنو بالضبط. فممكن يعني لو الحاجه دي ما واضحه كويس ممكن نشوف بعدين في الاسئله وكده نرجع لها يعني. طيب انا بس ده ارجع كم سلايد لورا عشان اوريكم الجهاز اللي انا اشتغلت فيه، وفي سكيماتيك دياجرام له لكن ده اوريك صوره بشكل عام للجهاز نفسه. الجهاز قدامنا ده هو الارك ميلتنج، طبعا هو جهاز صغير ما نشوف الحاجه دي كده، يمكن ما تعمل له عرض يمكن ما تعمل ميتر. الشيء المهم اساسا في الشغل ده احنا عندنا هنا ده التجهيز الالكتروني. تمام؟
وهنا عندي الصوت يا عثمان، الصوت شويه كده بقى زي المكتوم. اي تمام، واصل. طيب كده احسن؟ ديفينتلي كده احسن. اوكي طيب، ده الجهاز عندنا. احنا قلنا بنشتغل بالميلتنج، التذويب بالنسبه للعينه بتاعتنا. بنعمله عن طريق التنجستن. الارك ميلتنج نعمله عن طريق التنجستن. فده التنجستن، ما هو ده التنجستن تيب بتاعتنا هنا. تمام، ما اعرف اذا كان واضحه ولا لا. ايوه هذه لا التنجستن. وهنا الشامبر ده، القلاص اللي انت شايفه ده، عباره عن شامبر باخد فيها العينه بتاعتي. تمام، واعمل لها ميلتنج. تمام، بسلط على الارك، بيحصل لها ميلتنج، بستناها لحد ما يحصل لها سوليديفيكيشن. كويس، هنا انا عندي البيز اللي بستند عليه هو العينه بتاعتي، هو عباره عن كوبر كريسبل. الكوبر كريسبل ده التبريد فيه عن طريق المويه، والعينه بتكون او الكريسبل بيكون في درجه حراره 25 درجه مئويه. فلك تتخيل يعني الفرق بتاع التمبريتشر بيكون عامل كيف. يعني تخيل انا عندي الشامبر بيكون التمبريتشر فيها لسه 3000، او اكشلي حوصيه لدرجه حراره المغنيزيوم ميلتنج اللي هي 1000 وشويه، وهنا عندي 25 درجه مئويه. فبالتالي فرق كبير في درجه الحراره. بتخيل انه ممكن يكون الكولينج ريت يكون عالي في الحته دي. يعني الكولينج ريت ده لانه مهم شديد بالنسبه للمايكروستراكشر، بعدين حي نوضح. فده بشكل عام ده الجهاز حقي. انا بعتمد على الكهرباء بشكل اساسي. وبعد كده هنا انا عندي النوب ده او التدريج ده، ده انا بزيد به وبخفض به قيمه التيار. فبالتالي الشده حقت الارك ممكن ازيدها وانقصها من هنا. ده بشكل سريع كده وعام الجهاز بتاعنا. لكن ممكن لو عايزين نشوف السكيماتيك بتاعه اللي هو هنا ده. طيب ده السكيماتيك بتاعنا، ده التنجستر الالكتروني كلامنا عنه، وده الكوبر كروسبل. حقيقة خلت العينات هنا في الحتة دي بتاعتي، وهي بعمل لها الميلتنج مستناها لحد ما يحصل سوليديفيكيشن. دي التجربة بتاعتي أصلا عاملة كده. شايفينه قدامنا ده عبارة عن الشغل بشكل عام، اللي هو بيجيب الماتيريال بتاعتي بعمل لها ارك ميلتنج، وباجي البولشنج الاتشن. دي حاجة عندها علاقة بال السامبل بريبريشن. انت العينة بتاعتك قبل ما تمشي تعمل لها مايكروستراكشر اناليسيس، عشان تعمل لها مايكروستراكشر اناليسيس عن طريق تدخلها في اجهزه زي بتاعت المايكروسكوب بتاع الفحصات المدايه والحاجات دي. فدي بس، لكن يعني طريقة اجهزه متطوره ومتقدمه شويه، بنستخدم فيها الكترونيك بيمز او الكترون بيم. بنعرض العينه الالكترون بيم، بعدين نشوف يعني زي الاشعه، صوره الاشعه مثلا. انت بتعرض الحاجه بتاعتك للاشعه او الموجات وكده، وتستنى صوره ضايعه جايه لك هي عباره عن شنو. فدي العمليه بتاعت الكاركترايزيشن بتحصل كده يعني. لكن قبل ما تدخل الحاجه بتاعتك او العينه بتاعتك للجهاز، بتيجي تضطر تعمل لها بولشنج وحاجه زي دي، يعني معالجات ميكانيكيه وكيميائيه، بولشنج واتشنج وحاجه زي دي. ده في اللي متعلق بالخطوه دي. لكن الكاركترايزيشن بالنسبه لي هي طبعا هو الخطوة المين والخطوة الأهم، منها أقدر أحصل على النتائج اللي أنا دايرها. طيب ده بالنسبة للكاركترايزيشن للـ AL10SI. طيب زي ما شايفين إحنا عندنا الماجنيفيكيشن بتاعي، لاحظوا 100 مايكرومتر. يعني هسه إحنا حاليا قاعدين في 100 مايكرومتر في الماتيريال بتاعتنا. الفائده شنو هي الحاجه دي عموما؟ يعني لما نمشي على المايكروستراكشر بالطريقه دي، بشكل اساسي احنا عارفين انه الماتيريال او اي ماده عموما فيها ذرات. الذرات فيها الكترونات ونيوترونات وحتى عزمات، في اجزاء اقل من كده يعني. لكن يعني بشكل عام لما يحصل التركيب عندك في الماتيريال، الذرات تبدا تتجمع بطريقه محدده. تمام، الطريقه دي اول ذرات لما تتجمع في حاجه اسمها كريستال ستراكشر. تقول انا رايتك تقول حاجه ولا كده؟ انا ما سامعك. تقول انا سامعني؟ هاي لا، مسموع واصل. تمام، فالذرات دي بتتكون بطريقه محدده. بتتكون في حاجه اسمها اليونيت سيل، يعني في كريستال ستراكشر محدد، يعني بتكون قاعده بطريقه معينه. تمام، اليونيت سيل مع يونيت سيل واخوتها،
يما طوالي مع بعض مع بعض كلهم كده بيكونوا لي حاجه اسمها الجرين. الجرين ده مع جرين ثاني جنبه، جرين مع جرين مع جرين مع جرين، بيعملوا لي الشكل بتاعي عموما في المايكرو ستراكشر بتاعنا. كويس، الحاجه دي الجرين ستراكشر ده شكل الجرين عامل كيف؟ هل هو دائره او عامل زي شكل خليه سيل، او هو حاجه كده مثلا مطاوله، او حاجه عامله زي شكل شجره او كده؟ الشكل بتاعه ده عنده تاثير على البروبرتيز بتاعت الماتيريال بتاعتك. الاورينتيشن يعني الشكل ذاته، هم الجرينز دي قاعده جنب بعض كيف؟ هل قاعده بشكل متعامد؟ هل قاعده بشكل متوازي كده؟ الاورينتيشن ده بياثر على الـ على الـ على البروبرتيز بتاعتك. فنحن كان عشان كده انت لازم عموما لما تيجي تعمل كاركترايزيشن لازم تيجي تقرا المايكرو ستراكشر تشوف هو عامل كيف، بناء عليه بتبدا تتحصل على بتقدر تتخيل نتيجه محدده بناء على مثلا معادلات او كده. اديك مثال، مثلا لو عندي مثلا جرين ستراكشر، الجرين يوم الجرين كان عباره عن شكله مثلا دائري، تمام؟ كان عباره عن شكله دائري وحجم الجرين كان صغير شديد. كويس، الحاجه دي عندها تاثير على انه السترينث بتاعت الماتيريال تكون عاليه شديد. ليه؟ لانه اي ديسلوكيشن او اي كراك في الماتيريال بيحصل له عطله، بيحصل له هندرنج بسبب الجرين باوندرز الكثير، لانه انت عندك جرينز كثيره فبالتالي الحواجز بيناتها كثيره شديد. يعني تتخيل معي، تخيل معي مثلا مساحه قدر مساحه الموبايل ده مثلا، كويس؟ قمت جبت لي كور، كويس؟ الكوره مثلا حجمها قدر مثلا ضفري ده، كويس؟ وخطيتهم جنب بعض. جبت لي كور ثانيه حجمها قدر النمله مثلا، كويس؟ وخطيتهم جنب بعض. الكور الصغيره دي هيكون عددها اكبر في المساحه دي من الكور اللي هي حجم الطفل، مش كده؟ فبالتالي انا الحواجز بين او المساحات بين كل كوره والثانيه هتكون اكثر. كل ما يكون الحواجز اكثر كل ما كان البروباجيشن او التمدد بتاع اي كراك او التمدد بتاع اي فيلير بيكون اقل، بيكون في مقاومه اكثر. عرفت كيف؟ فدي الفكره هنا من المايكرو ستراكشر، انك تعرف المايكرو ستراكشر عامل كيف؟ لانه بياثر بشكل كبير على شنو؟ الميكانيكال بروبرتيز. فاحنا هنا بس قمنا جبنا المايكرو ستراكشر بتاع العين الاولى اللي اشتغلنا بها اللي هو الالومنيوم تي ان اس اي. دي صوره له، ده الالومنيوم حقنا اللي عملناه بالارك ميلتر، ودي الالومنيوم الموجود من الليتريتشر، اوكي؟ في 3 دي برينتنج، اوكي؟ هنا في الصوره بتوضح اختلافات، لكن انا في صوره ثانيه افضل من كده حوريكم اياها بعد شويه، بتوضح المايكرو ستراكشر بتاع الال تي ان اس اي المصنوع عن طريق ال 3 دي برينتنج، بتوضح بشكل اكبر. ليه؟ لانه الماجنيفيكيشن هناك عندنا اعلى، يعني هنا ماجنيفيكيشن 100 مايكرو، هناك عندنا اظن 2 مايكرو. حوريكم نواسي طيب طيب ده طبعا ده البحث بتاعنا بتاع ايزه وبعدين ديسيتيشن. فده هنا داير اوريكم ايوه ده الاستراكشر اللي احنا لقيناه من شوف الماجنيفيكيشن الفرق بتاعه كيف. جيب لي احنا الماجنيفيكيشن كان عندنا 100 مايكرو وده هنا عندنا 2 مايكرو، طبعا ده سكيل اصغر، يعني احنا قاعدين نمشي لجوه اكتر في الماتيريال بتاعتنا. دي العينه اللي احنا اشتغلناها بالارك ميلتنج، دي اللي احنا اشتغلناها عن طريق ال 3 دي برينتنج، كويس؟ الصور دي احنا ماخدينها عن طريق حاجه اسمها الـ SEM، لو فينا صعب يعرفه اللي هو ده السكان الكترون مايكروسكوبي، ده زي ما انا قلت لكم قبل شويه العمليه الحاجه الشبيهه بموضوع الاكس راي والحياه دي، انك بتسلط بيم على العينه بتاعتك الصوره الرايعه بتوريك الحاصل شنو جوه. فلاحظنا هنا احنا عندنا ده مايكرو ستراكشر. طبعا الصوره دي يعني قد تكون مضحكه لبعض الناس، لانه ممكن تقول على لا كده يقول ده شنو يا جماعه الكلام اللي احنا قاعدين نشوفه ده. لكن هي عندها تاثير، هي عندها تاثير بشكل كبير يعني على وحنجي نعرف الحاجه دي بعدين بعد شويه في المغنيسيوم على الاستراكشر على البروبرتيز بتاعت الماتيريال. لانك انت في النهايه لما تصنع حاجه دار بروبرتيز، عرفت؟ دار بروبرتيز يعني دار حسب الابلكيشن بتاعك دار بروبرتيز محدده، دار يكون عندك سترينث عاليه، دار يكون عندك هارنس عالي، دار يكون عندك فراشر تفنس عالي، دار يكون عندك مثلا
كريب اند فتيج ريزيستنس، يعني ده حاجه زي دي. فانت دايما بتعاين عشان تحصل على بروبرتيز كويسه، لا يكون عندك مايكرو ستراكشر كويس، اللي هو ده الكلام اللي ما مفهوم عباره عن شنو ده، شفت كيف؟ فاحنا هي لو عملنا مقارنه بين الحاجه اللي عملناها احنا عن طريق الارك ميلتنج والحاجه الموجوده في الليتريتشر عن طريق السي تي برينتنج، بنلاحظ انه في فروقات في المايكرو ستراكشر. لو لاحظنا احنا هنا عندنا الاستراكشر ده اسمه حاجه اسمها الدندرايت او الدندريتيك ستراكشر، اللي هو الدندرايت دي اساسا كلمه اعتقد اغريقيه، وبعدين هي بتعني اظن الشجره او التري، يعني الاستراكشر بتاعك عامل كانه يشبه الشجره كده. ده العين اللي حصلنا عليها من الارك بروتين. وعشان نوضح الاستراكشر بتاع الدندرايت ده اكثر، في صوره ثانيه هنا موجوده عندنا بتوضح بشكل كبير. هذه لها الصوره دي، لو لاحظنا هنا احنا عندنا ده المايكرو ستراكشر في 400 مايكرومتر. الشكل هو اللون الدارك ده، الاسود الدارك ده عباره عن الومنيوم، واللي تشوفه ده هنا البرايت ده السيليكون، تمام؟ الان طبعا الومنيوم سيليكون. فلو لاحظنا هنا عندنا الشكل ده بيشبه الشجره، مش كده؟ يعني كانه في 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 فرع اساسي كده متفرع منه كده اغصان وكده، بس عن ده برضه ده وده برضه كده، كانوا انت عندك يعني فرع اساسي كده ومتفرع منه بعد كده فروع ثانيه مختلفه. فده الدندرايت ستراكشر، هو بيتكون عاده لما يكون في سوبر كولينج بتاعتك اللي في الماتيريال بتاعتك. يعني احنا لو متذكرين قبل شويه قلنا انه الوركينج تمبريتشر بتاعنا فوق ال 1000 والعينه بتكون قاعده في كروسبل درجه الحراره بتاعته 25، فبالتالي في فرق كبير في التمبريتشر يعني. فبتوقع انه يكون في سوبر كولينج، فبالتالي بينتج عندك الاستراكشر ده، تمام؟ بالنسبه ل الحاجه اللي جيناها اول في الليتريتشر الموجوده عن طريق ال 3D برينتنج، اللي هي اللي جيناها عباره عن elongated، اللي هي دي elongated يعني حاجه كده مطوله، elongated grains اللي هي زي شايفينها دي. شايفين في فروقات بسيطه بين يعني دي الدندرايت ستراكشر وده هنا elongated، فبالتالي هو definitely ما زي بعض، يعني ما زي بعض، لانه كده بالتالي الخواص بتاعتنا هتكون مختلفه بشكل كبير. ما اتطرقنا للخواص في البحث ده بالنسبه للال تينس، لانه احنا اساسا ما عايزينها، احنا ما عايزين نشتغل بالخواص بتاعت الال تينس، احنا بس عايزين نشوف المايكرو ستراكشر بتاعنا هل هو ممكن نقارنه بال 3 دي برينتنج ولا لا، تمام؟ فلقينا المايكرو ستراكشر ده، يعني اللي هو دي ما كانت هي مبشره صراحه، ولكن على الرغم من ذلك يعني قررنا نواصل نشوف ممكن تحصل عشان إذا سوري معلش أعمل شيء للباوربوينت. فإحنا قلنا إن نشوف ممكن تحصل على شنو يعني إذا عملنا بالطريقة دي. طيب فده دندرايت ستراكشر اللي هنا، لو لاحظنا هنا الحاجة دي تبقى الدارك ستراكشر هو عندنا ده السيليكون هنا، والبرومايد هو الالومنيوم. الصوت الثاني عامل الحركه بتاعت الجبال. ثاني مره؟ ايوه كده كويس. تمام. فده هنا عندنا ده الارك ميلتنج في 100 مايكرومتر. الرسم الشكل اللي شفناه قبل شويه كان في 2 مايكرو، يعني احنا كان عندنا يعني دخلنا لجوه اكثر في الماتيريال بتاعتنا. هنا ال 3D printing ظهرت لنا شنو؟ ظهرت لنا الليزر تريزز، ودي ما بتوضح لنا الشكل بتاعنا اكثر. اول حاجه لانه المقطع ده او السكشن ده قاعد في اكس واي بلين، اللي هو شنو؟ احنا قبل مذكرين قلنا لما نيجي نعمل نبني ستراكشر في 3D printing بنمشي في 3 اكس، اكس واي وزد، مش كده؟ في العاده لما انت تيجي تعمل كاركترايزيشن لحاجه عملتها بال 3D printing بتعملها في الزد بلين، اللي هو ده اتجاه الاتجاه اللي انت بنيت فيه، كويس؟ الزد بلين ده احنا بيكون الاتجاه الراسي، يعني احنا بنبدا فيه العالم بتاعنا، احنا قلنا نعمل 3D printing بيمشي لاير باي لاير لاير باي لاير. فاللاير باي لاير دي اللي بتديها الارتفاع هو ده محور الزد بتاعنا، ده دايما احنا بنمشي نعمل فيه سكشن، كويس؟ عشان نشوفه هو عامل كيف، يعني اللايرز دي هل هي متماسكه مع بعض، يعني في لامينيشن كويس ولا لا هي دي لامينيتد
يعني ممكن باقل فورس من برا او اي ستريس ياثر عليها يقوم يشيل لنا الطبقه دي برا. فدائما احنا بنعاون نعاين للزد بلين. لكن انا جبت السكشن ده قاصد عشان نشوف الفروقات عامله كيف يعني. اللي هي واضح جدا ما في يعني ما بنقدر نجيب مقارنه كويسه في المايكرو ستراكشر ده. حتى في الزد بلين يعني لو لاحظنا هنا ده هنا عندنا دندرات ستراكشر هنا زي ما يسلك ريبلز اللي هو زي تموجات كده بس وضح هنا البيلدنج لاير البيلدنج لاير باي لاير. فما كانت مناسبه الصوره دي اذا ما كان ده فضول من لسه عشان نشوفها عامل كيف. لكن الصوره قبل شويه جبناها دي هي اللي هي الصوره الحقيقيه يعني بتوضح لنا المايكرو ستراكشر بالنسبه الالومنيوم تي اي 3 دي برينتد. طيب من هنا احنا كنا يعني وصلنا ل نتائج مرسومه انه يا اخي الارك ميلتا ما حتنفع بس بيست اون المايكرو ستراكشر حتى من غير ما نتطرق للبروبرتيز من غير ما نعمل تيستنج يعني للبروبرتيز بتاعتنا. فانا بس كنت يعني كان عندي فضول اكبر انه اشوف ممكن يحصل شنو اذا يعني جربت المغنيسيوم. ما احنا كان الفكره كان انه احنا نشوف الالومنيوم نقارنه مع الالومنيوم المصنع بال 3 دي برينتنج لقينا نتائج سلبيه خلاص ما حنمشي فيه كده يعني ما حنمشي نعمل كورليشن مع المغنيسيوم. لكن انا كان عندي فضول انا اعرف المغنيسيوم ممكن يوصلنا لشنو. فقمت عملت تجارب على المغنيسيوم ولقيت حاجات انترستنج يعني ممكن اشوفها. اول حاجه يعني اللي هي الفولاتيليتي اوف المغنيسيوم اللي هو انا جيت عملت تجربه اول عينه جيت خدتها سلطت على ارك ميلتنج الظاهر لما تتريق اي لما تكون قريب الصوت بيكون واضح. ايوه انا بس شيء صار فيه كده جدا الكبر عشان كده ما داري اني اخوف الناس. الصوت عندك سماعه؟ هي السماعة بتخلي الصوت أوضح لأنه ناسي في إيكو بيطلع الصوت وبيرجع تاني. أيوة معلش طيب كده كيف؟ أنا ناسي ما سامعك قول تاني كده. اكسلنت كده لما تجيب الميكروفون. طيب بس انا ما قاعد اسمعك للاسف يعني لو يجي الميكروفون قريب ما قاعد اسمعك يبدو ان في مشكله يعني. لا سامعني هسه كده ولا ما سامعني؟ هسه فكيت السماعه. اوكي تمام اوكي. ما خلاص انا بحاول اكون قريب من اللابتوب يعني. طيب نرجع للشو بتاعنا. قلنا انا كان عندي فضول ان اعرف المغنيسيوم ممكن يديني شنو يعني. فمشيت عملت التجارب. اول تجربه عملتها هي المغنيسيوم سلطت عليه والارك ما لقيت حاجه ما لقيت العين اصلا اختفت تماما يعني. فدخل علي امشي ادرس الموضوع بشكل اكبر يعني اعرف اللي حصل شنو. فمشيت فتشت في الحاجه دي لقيت انه الحاجه دي اساسا يعني زي ما قلنا جبال في 3 دي برينتنج برضه موجوده بيحصل ايفابوريشن للماتيريال بتاعتنا. في فيديو هنا انا ما اعرف. طيب ما مشكله ممكن نتطرق له بعدين في نهايه. الفيديو ده كان بيوضح لنا انه كيف بيحصل ال الايفابوريشن عندنا في الميتال في البذر بتاعتنا. انا حلقاها بس هنا في الديسكتوب. فيديو ممتاز يعني لكن اذا ما هي ممكن نخليه بعدين ممكن نتطرق له يعني. طيب فقمت عملت تحليل للموضوع ده وقلت اشوف ممكن البحث يعني. فلقيت انه يعني كنت اكيد انه كل ما زيد الانتنسيتي بتاعت الارك بفقد الماتيريال يعني بلقي انه العينه تبخرت اكثر تبخرت عديد التبخر الواحد ده. فلاحظنا هنا انا عندي احصائيه سريعه كده عملتها لثلاثه عينات ورا بعض ولقيت انه كل ما زيد الانتنسيتي حق التيار بيزيد الماس ديفرنس او الماس لوس عندي. تمام ده 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 بيوضح العينات بتاعت المغنيسيوم بثيكنس كله 3 ملم كل العينات 3 ملم ده الماس بيفور ماس افتر. فكل ما زيد الانتنسيتي على التيار كل ما زاد عندي
الماس ديفرنس. فقمت عملت علاقه بين الحاجتين دي لو دارنا مثلا لو دارنا مثلا عينات كثيره مثلا وكل مره قاعد يزيد التيار هيحصل شنو. فلقيت انه في اكسبوننشال بين الاكسيدنتر والماسلوس كل ما زاد التيار طب اوبفيسلي انه العينه بتبدا كده يسخر. لكن الفكره كده حيستمتع يعني لما تزيد التيار او لا تستمر. عشان عندي عملت علاقه رسمت خط الله وجبت العلاقه بين المتغيرات لقيت انا علاقه اكسبوننشال معناته واضح جدا انه بعد في قيمه معينه من الانتنسيتي من كذا انتنسيتي حلقه انه الحلقه انه اساسا ما عندي معينه ذاته. وده الشيء اللي حصل في اول تجربه زي ما قلت لكم اول ما صلت على الكرنت الارك بعد شويه لقيت ما في يعني. فواضح جدا انه ده الشيء اللي بيحصل. والمشكله الاساسيه في الموضوع اللو ميلتنج بوينت بتاعت المغنيسيوم لانها هي بسيطه شديد 1000 يعني ودرجه الحراره هنا بتوصل ل 3000. ما اقدر يعني القى العينه في اجواء زي دي. فكان لازم انا اقلل الزمن بتاع الميلتنج عشان العينه ما تختفي وفي نفس الوقت اخلي التيارات بتاعتي منخفضه شديد. ودي اصلا كانت واحده من عيوب الجهاز انا اشتغلتها دي ممكن نتطرق لها بعدين ان شاء الله في الريكومنديشنز انه الجهاز ما بوريك الانتنسي بتاعت تياركم يعني بيديك كوفي وانديكيتر. يعني تتخيل معاي مثلا انت عندك مروحه في البيت مثلا المروحه دي مفتاح من 1 ل 5 تمام اللي هو ده المفتاح ده اصلا هو عباره عن مؤشر لشنو المقاومه. فانت تتحرك من 1 ل 3 تعرف انه المروحه شنو الباور بتاعتها زادت بيحصل شنو؟ بيحصل انه انا اساسا بقيت المقاومه بس هيمشي تيارك لانه الفولتيه ثابته مش كده. لكن انا ما عارف القيمه بتاعت المقاومه دي كم يعني دي من 1 هذا مؤشر انه كل ما زدت لقدام المقاومه بتزيد لكن قيمتها كم اوم ما اعرف. فدي نفس الاشكاليه بالنسبه للجهاز بتاعي يعني في انديكيترز في انديكيتر في الكارت انتنسيتي لكن ما اعرف شنو. اوكي ففي واحد مشاكل كان بتواجه الجهاز. بعد كده ممكن نشوف الكاتراليزيشن بتاعي بالنسبه للمغنيسيوم. طيب الشيء اللي شايفينه قدامنا ده دي عباره عن مقارنه سريعه لصور ماخذينها بالاس اي ام لثلاث عينات بتاعت مغنيسيوم معموله بطرق مختلفه. الاولى دي معموله بالكاستنج والثانيه بال 3 دي برينتنج او الاس ال ام والثالثه بالارك ميلتنج اللي هو دي العينه بتاعتنا يعني. بالله حسنا في فرق في المايكرو ستراكشر من ناحيه بتاعت شنو من ناحيه بتاعت انه المايكرو ستراكشر بتاعنا كله عباره عن جرينز سيركل جرينز. لكن المشكله انه هنا الاس ال ام بتاعتنا العينات بتاعت الاس ال ام فيري فاين جرينز بالمقارنه مع عينات المغنيسيوم. في صوره حوريك لها في البحث بتاعي نفسه يعني في الديسرتيشن بتوضح المغنيسيوم استراكشر بشكل افضل يعني بتوريك انه المغنيسيوم استراكشر ده عامل كيف. هوريك لها هسه. طيب انه بتوريك انه الاستراكشر هنا في المغنيسيوم هو برضو عباره عن سيركل مايكرو استراكشر اهي الصوره دي شايفين يعني عندنا جرينز والجرينز هي يمكن اقرب انها تكون سيلدر. الصوره ما واضحه عفوا الصوره ما واضحه عامل شيرنج لكن ما للبي دي اف فايل. اوكي عامل شيرنج للفولدر بتاع ديزرتيشن دوكيومنت. اوكي 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 ذكرت انا الايام بتاع سيسيز نمبر 4 و بعد فيديو 5 و 6 اي والله دي كانت طبعا المعاناه في اخر ايامات المجازفه يبين شمال نمشي سوي بتاع عمل. طيب كده ظاهره مش كده؟ ايوه كده بالضبط تمام. طيب ده المايكرو استراكشر ده من ماجنيفيكيشن اقل من 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 300 مايكرومتر. بتلاحظ انه في عندنا جرينز وكل جرين لاحظين هنا
جرين جنب جرين، جرين جنب جرين، وجرين باوندرز يعني في عندنا استراكشر يمكن شبه سيلير تقريبا. ولكن الحجمه كبيره لاحظنا، شايفين الجرين كبيره شويه كده. بعدين هي ذاتها ما متواسيه، يعني كل جرين ممكن يكون حجمه مختلف من الثانيه. لكن الافرج عموما لما حسبنا الافرج عموما بتاع الجرينز لقيناه حوالي حكايه بتاع 40 مايكرومتر، واللي هي دي بالمقارنه مع الاس ال ام كبيره جديد. هنشوف هنا جهاز الاس ال ام بتاعتنا دي، الاس ال ام على الجرينز دي فاين كيف صغيره شديد جدا جدا، فبالتالي بيكون عندك مور جرين باوندريز. ولو رجعنا في معادله بتاعت هول بيتش اكويشن بتربط بين الجرين سايز والهارنس، هنلقى انه كل ما انت لانه تناسب عكسي، كل ما كان الجرين سايز بتاعك صغير كل ما كان القيمه بتاعت الهارنس عاليه. فبالتالي هنا ديفنت ان احنا بعدين لو جينا عملنا تيستينج للهارنس هنلقى انه الهارنس في الاسم ديفنت اكبر من المغنيسيوم يعني. والسبب بشكل اساسي انه الجرين سايز اصغر عندنا في الاس ال ام 3 دي برينتينج، والنتائج دي والجدول ده بيوضح الحاجه دي بشكل اكبر. يعني الاس ال ام الرينج بتاع الهارنس بتاعه 0.65 ل 0.95 جيجا باسكال، بينما الارك ميلتنج 0.59، يعني حاجه حوالي تقريبا 35% بتاع الهارنس في الاس ال ام يتحصل على بارك. تمام، على بين هنا عندنا الارك ميلتنج بالمواصفات دي بيدينا بروبرتيز اقل من اللي بيحصل على بال 3 دي برينت. كويس. انا صراحه يعني تعبتني جدا نقول في البريبريشن بتاعت العينه بتاعتي. المغنيسيوم احنا قلنا هو سوفت وراكتيفيتي الرياكتات عاليه شديد غير الاكتيف، فبيتفاعل مع اي حاجه قريبه منه. فلما احنا جينا نعمل البريبريشن بتاعنا للعينه بتاعتنا عشان نحضرها وبعدها نوديها للكاركترايزيشن بالاس اي ام بالجهاز اللي طلعنا منه صور الاس اي ام ده، بتضطر تعمل لها زي الحاجه اللي بيسموها الجريد هنا، بتشيل طبقه كده من السطح بتاعك اللي هي بتظبط لك بتنظفها يعني، بتعمل لها جريندنج وعشان تعمل لها بولشنج. كويس، وفي حاجه اسمها الاتشنج، دي كلها عباره عن معالجات عشان بعدين توضح بقى الجرينز بتاعتك كويس. فالسطح اللي بنعمل عليه هو الجريندنج ده مصموم من الالومنيوم، فعشان كده قامت طوالي ظهرت لي الالومنيوم بارتكلز في العينه بتاعتي دي الالومنيوم بارتكلز. وكمان في اختبار ثاني في الاس ام برضه اسمه الاي دي اي، يوريك الكيميكال كومبوزيشن ظهرت برضه مغنيزيوم اوكسايدز. واضح جدا انه في عمليه الاتشنج لانه بتعمل شيء فلات عينك تحط عليها كيميكالز كده عشان توضح الجرينز وبعدها تمشي تغسلها، فيبدو انه المغنيزيوم لقط هواء يعني. وصراحه دي واحده من المشاكل الكبيره في المانيفاكشرنج بتاع المغنيزيوم او الكاركترايزيشن بتاع المغنيزيوم بشكل عام، انه يعني من الصعب انت جدا تتحصل على عينه بيور مغنيزيوم كده عشان تقدر تجي تعمل لها كاركترايزيشن تتفاداها يعني. يعني حتى في بيبرز عديد ببليكيشنز عن المغنيزيوم بريبريشن براو كده. فدي واحده من المشاكل اللي كان واجهتني يعني. طيب ليه اصلا بتختار المغنيزيوم؟ يعني اخترته بناء على شنو؟ يعني ليه ما اي معدن ثاني؟ اي ماتيريا ثانيه؟ تمام. ده علاقه بالابلكيشن نفسه الهيدروجين ستوريج. انت لما تيجي تعمل الابلكيشن بتاعك بتقوم بتشوف الخيارات الانسب بالنسبه لك شنو. ففي البي اتش دي استضيع الكبيره انا شغال جزء منها دي، لما عملوا الاوبشن بتاعتهم شافوا الكروم وشافوا المغنيزيوم وشافوا النيكل وكده وكده وكده، لانه المغنيزيوم هو من احسن الماتيريال اللي ممكن تعمل لك تفاعل مع الهيدروجين وتخزين بها الهيدروجين بكميات كبيره. دي المين بوينت اساسا يعني، دي خلتنا احنا نتجه للمغنيزيوم. فده السبب بتاع انه احنا اختار المغنيزيوم يعني، ده بشكل اساسي. اما احنا ليه دخلنا الالومنيوم هنا زي ما ذكرت قبل؟ عشان احنا بس نبدا نتحصل على proper decision او proper comparison يعني، لما نجي نقارن الطريقتين مع بعض يكون عندنا solid decision بعدين، نقول والله يا اخي مثلا بيقلوا قوي بيز اون الحاجه اللي هنا في الالومنيوم، وكمان الحاجه اللي اكدناها عن طريق المغنيزيوم والله مثلا
البروسيس دي ممكن تنفع او ما تنفع. فبيزن على الحاجات اللي قدامنا دي هسه حاليا يعني بالحاجات اللي جيناها في الـ في الـ في, الـ في الالومنيوم والمغنيسيوم, الشيء اللي انا واضح ليا انه الارك ميلتر ممكن ناخده احنا كحاجه بديله او حاجه نتحصل بها على عينات سريعه كبديل للاس ال ام 3 دي برينتينج اذا وفقط اذا عملنا الريكومنديشنز التاليه. الحاجه الاولى نحن عندنا مشكله زي ما اتطرقنا قبل شويه في الارك في الكرنت انتنسيتي, نحن قلنا انه الكرنت انتنسيتي ما معروف قيمته شنو, ودي حاجه نحن في الاس ال ام 3 دي برينتينج ما عندنا. انت في 3 دي برينتينج في الاس ال ام هناك عندك ليزر, الليزر ده معروف عنده باراميترز, عنده سبيد محدده, عنده باور محدده, عنده دايامتر محدد, يعني كل البارامترز المتعلقه بالليزر تتحكم فيها محدده وبتتحكم فيها. في الارك ميلتر لا, انت ما عندك حاجه, انت عندك بس تيار بيتغير الشده على التيار, قيمته كم صنعته ما معروف, ده نمره واحد عشان انت تقدر تحدد بعدين فياتو تيار انا بفقد الماتيريال بتاعتي اللي مفترض نتجنبه بعد ده. دي الحاجه الاولى كويس. الحاجه الثانيه انا عندي كنت جبال في الارك ميلتر عندي كبر كونسبل بيتبرد بالمويه اللي تحرارته 25, الموضوع ده هناك ما حاصل في 3 دي برينتنج. انت عندك بيد بيسموه بيد اللي حته فيها بودره دي منها بيسلط على الليزر بيسموها البيد ده بيتبرد كده ناتشرالي, يعني ما في مويه بتبرده كده. ده دي حاجه ثانيه. دي مثلا حاجتين اساسيات كانت معوقات كبيره يعني بالنسبه لنا. الحاجه الثالثه الورك انفايرمنت. الورك انفايرمنت هي شبيهه ايوه بالماجنيزيوم, ليه؟ لانه اساسا بعمل قبل ما ابدا العمليه بتاعتي البروسيس بتاعتي بعمل فاكيوم في الارك ميلتر, وبعدك بقوم بضخ نيتروجين عشان يتحصل على اتموسفير يكون ما فيه اي تفاعلات, اللي هو ده بسموه يعني يكون خامل, ايوه بسموه خامل عشان ما داري يحصل اي تفاعل مع الـ مع الـ مع الـ مع الهواء ولا اي شيء موجود جوه الغرفه بتاعتي. طيب المعروف انه لما انا يكون عندي بريشر عالي التمبريتشر تلقائيا بيزيد, دي علاقه طرديه معروفه بين البريشر والتمبريتشر. الحاجه دي انا ممكن استخدمها كيف؟ لو قدرت ازيد البريشر في الويكند شامبر عندي انا كويس, يعني انا بشتغل في بريشر 1 اي تي ام تمام اللي هو ضغط الجو العالي ده بنيتروجين, لو انا قدرت ازيد البريشر دي جوه الميلتنج بوينت جوه الشامبر بتاعتي بزيد الميلتنج بوينت عندي, لانه تلقائيا انا لما زيد البريشر بزيد التمبريتشر. والحاجه دي اثبتها يعني اثبتها في ورقه موجوده في جامعه بيرمنغهام في ناس شغالين بالارك ميلتر زاد البريشر بتاع الشامبر من 1 اي تي ام ل 20, لقوا انه في ل 20 اي تي ام, لقوا انه في هو 20 بار اكشلي معلش, لقوا انه في نقصان في عمليه التبخر بنسبه 20%. فده مؤشر واضح جدا انه كل ما زدت البريشر حقدر انقص الفقد بتاع الماتيريال. الحاجه طيب اهميتها شنو؟ اول حاجه انا بالتالي بقلل من الفولاتيليتي, بالتالي بيكون عندي مواد قاع يعني الماتيريال بتاعتي ما بفقد اكثر, يعني انا ممكن اعمل تيارات اعلى انتنسيتي اعلى للكرنت في بالنسبه للارك. يعني ممكن احنا قلنا قبل انه لما يكون التبخر كميته عاليه بتاثر على الخواص بتاعت الميلتنج ميديوم سواء كان ليزر او ارك, فبالتالي كل ما زاد البريشر كل ما كان شنو الاستابيليتي يعني بتاعت البروسيس بتاعتي كانت اعلى. الحاجه الثالثه بقلل من مشاكل الهيلث, مشاكل هيلث اند سيفتي بقلل منها اكثر, وبالتالي يعني بتحصل على عمليه مور سيف مور ستيبل, الكواليتي بتاعت المنتج النهائي بتاعتي بتكون افضل مما يكون انه في فيبرز كثيره. فدي برضو بوينت لازم يعني نتطرق لها اكثر في بالنسبه للجهاز بتاعنا. فمعظم يعني معظم العيوب بتاعتنا مشكلتنا من الجهاز اللي استعملناه ما من العمليه نفسها. اضف الى ذلك حاجه ثانيه مهمه دي محتاجه لريسيرش براو, هل الليزر هو نفسه الارك؟ هو ما نفسه طبعا, لكن
هل ممكن يكونوا قريبات لبعض؟ الحاجة دي دارة برضو دراسة. بوينت أخير أنا أشير لها الكولينج ريت. الكولينج ريت ده بيأثر بشكل كبير جدا جدا على الـ على الـ على الماكرو ستراكشر بتاعي في النهاية. يعني كمثال مثلا الستيل اللي أنا بنعمل له هاي كولينج ريت بيديني حاجة اسمها المارتن سايت. المارتن سايت ده معروف إنه فيري فيري هارد لكن بريت في نفس الوقت، يعني لما يعني هو قوي شديد، لو اتعرض لهستيريزيس ما بيحصل له فيلر بزوره، لكن اول ما يحصل الفيلر ده ما بكون عندك ريج بتاع الدكتيليتي، فما بكون في بلاستيك ريجن عندك في الـ في الـ في الـ في الكيرف بتاع الاستريس سترين، طوالي بيكون بيحصل له انهيار. على عكس طوالي لو كان التبريد بتاعك كان مثلا السوليديفيكيشن او الكولينج ريت لو كان منخفض شويه، ممكن يكون عندك انت مارتن سايد او ممكن يكون عندك فيس ثاني لكن ب ليس هارنس وفي نفس الوقت بدكتيليتي اعلى. فالبوينت من الحته دي انه الكولينج ريت بيأثر بشكل كبير، فده برضه محتاج دراسه. احنا ما عارفين الكولينج ريت عباره عن شنو، احنا بس بنقول انه والله في فرق بتاع تمبريتشرز من 25 درجه مئويه ل 1000 اللي هو ملتي بوينت بتاع المغنيزيوم، لكن هل الكولينج ريت ده هو الكولينج ريت المشابه عندنا في في الـ في الاس ال ام ولا لا؟ احنا اخترنا البروسيس بتاعت الارك ميلتنج دي عشان احنا عندنا نفس الميلتنج برنسبلز، لكن الكولينج ريت هو شنو؟ ما عارف انه محتاجين نعرف حاجة عشان نقدر ناخد يعني ديسيشن مبني على حاجه، يعني على حاجه دليل اقوى من الحياه اللي احنا عندنا دي. فاحنا ممكن نعتبر انه البحث ده او الدراسه دي تمهيد لشغل اضافي، دي ريكومنديشن بتاعتي يعني بالنسبه للفيوتشر ورك لو فيزود عليهم الحاجه مواصله الحاجه دي. أضف إلى ذلك إنه الـ arc melter نفسه ممكن تختبر به الـ volatility أو الـ evaporation temperature بالنسبة لماتيريال جديدة لو ظهرت عندك، يعني أو مثلاً عناصر نادرة أو كده، اللي هو إذا أنا بتشوفه قدامك يعني بمجرد ما تلقى الماتيريال تعالى بدأت تتبخر توقف الـ arc بتاعك طالما مباشرةً. فدي مثلاً ميزة أنا لقيتها في الارك ميلتر ده، غير انه اساسا هو مستخدم اصلا في حياه ثانيه، يعني في بعض العناصر النادره بيشتغلوا عليه في عشان يعرفوا الرياكتيفيتي بتاعه العنصر كيف مثلا. فدي ريكومنديشنز بالنسبه لفيذر ورك، يعني لو في ناس ممكن هنا. بعدين في ناس لانه الارك ميلتنج ده شغل اساسي من شغل اللحام، يعني فلو في ناس مثلا ارمي على جنب الدراسه او كده ممكن مباشرة نجي يعرف انه والله الارك ميلتنج ده لو اشتغلت عليه عن طريق الالومنيوم يلقى انه الاستراكشر الناتج عباره عن المايكرو استراكشر الناتج عباره عن دنتريت استراكشر، والمغنيزيوم مثلا لو اشتغلت عليه بالارك ميلتنج حيلقى عندي مثلا كورس جرين استراكشر مثلا. الكورس يعني جرينز بحجم اكبر، دي كلمه كورس بتاعنا كده، وفاين يعني جرينز بحجم اقل. فدي ممكن تكون مثلا فايده لانه انا بعرف انه الارك ميلتنج بيشتغلوا ناس اللحام كثير، ولو انا ما عندي خبره في اللحام كويسه لكن يعني عندي المعلومه دي، فممكن بعد كده الناس ياخذوا من الحته دي هنا من الحته دي يبدا ياخذوا يواصل بدراساتهم يعني. فده الكونكلوجنز قلت لها انه البروسيس ممكن تكون يعني تو سم اكستنت مقبوله، لكن بشرط لابد انه الريكومنديشنز دي يعني الناس يحاولوا يشتغلوا عليها ويشوفوا ممكن يوصلوا لشنو يعني. فهذه كده ده النهايه ان شاء الله، بس نكون ما طولنا عليكم، وان شاء الله يكون الحاجه دي يعني يجدوا فيها فائده. انا ما اعرف طبعا انت احساس انه الموضوع كان فيه سواقه كثيره كده في اهلا والله ابدا، احنا طبعا سعيدين جدا انه نشوف لك زي ما بيقولوا سايد ثاني، جانب ثاني غير الجانب اللي بنعرفه هناك احنا. اسي الناس اللي بيكونوا متابعين في ميمات الباحثين السودانيين على الفيسبوك قد يكون ما عندهم كلو عن انه يعني كيف احنا تلاقينا والناس كيف أبو خلاها لكن هاي السيبلار ده وكذا طبعا، لكن يعني والله هي فرصة سعيدة دكتور، يعني مع انه يعني كان الموضوع في وقت وجيز جدا وفي وقت بسيط، يمكن احنا يمكن ما تميت يعني شهرين حاليا ما بعرف مش كده دكتور؟ نعم يمكن اول مرة نتلاقى فيس تو فيس يعني. نعم هذه كانت فرصة جميلة والله الحمد لله، ان شاء الله يعني نكون متواصلين اكثر واكثر والنشاطات تكون زادة بيناتنا. أكيد ونحن طبعاً بندعمك في المجموعة برضو العمل دايت الموضوع الماتيريال ساينس، فدار أعرف الموتيفيشن بتاعك شنو يكتر الدرايف ديو إنك تهتم تزور ميكانيكال إنجينير، شنو خلاك تهتم أكتر بالماتيريال ساينس؟ ممكن تتكلم الموتيفيشن؟ أيوة، أول إذا ما أتذكر أنا جيبين في البداية قلت إنه
في لما اتخرجت ما كنت احدد المسار، عارف احدد المسار ده امشي فيه يعني. كنت كل مره بيجي بفكره جديده، وانا مرات اقول ادفانس ميكانيكال انجينيرنج، مرات اقول رينيوبل انرجي، مرات بقول كده. فشغلي في الكهرباء صراحه كان عنده فائده كبيره، لانه يعني النقاشات كانت كثيره عشان المشاكل كانت كثيره شديد. يعني يمكن هسه لو سالت اي زلمه من ناس الكهرباء حيقول لك المشاكل دي يعني براك شايفين يعني القطاعات والحياه دي يعني، فالمشاكل كثيره شديد متعلقه بالصيانه تحديدا يعني شغل تكنيكال. فالنقاشات بتكثر، كل ما قطعت كثرت المشاكل النقاشات بتكثر. فبتيجي الحته بتاعتي انه يا اخي والله مثلا المكنه الفلانيه او المعده الفلانيه حصل لها فيلير. طيب الفيلير ده بيجي من شنو مثلا؟ والله يا اخي كان حاصل فيها مثلا فتيك. كنت مش تقدر عن الفتيك عشان تعرف انت اساسا الحاجه دي تجينا بكيف لقدام مثلا. فبتلقى ان نفسك انت يعني كده شويه من الشغل بتبدا يعني تنخرط في الموضوع ده. بعدين انا بتذكر يعني في السوبرفايزرز عندنا وكده، باشمهندس معالي لمين وباشمهندس عثمان وباقي الشباب يعني، كان طوالي بيتناقشوا معايا في الحياه دي. يعني مثلا الماتيريال دي والله يا اخي زي مثلا مفترض انها ماتيريال هارد مثلا او الحرص بتاعتها عاليه، ليه حصل لها فيلير؟ نمشي نفتش على الموضوع. فنيجي نتناقش، الموضوع كان ممتع والله صراحه. يعني هسه انا لما اجي اقول لك والله الماتيريال الفلانيه دي بتكون ذرات، بتكون بطريقه عامه كده، بتكون لي حاجه اسمها الجرينز. الجرينز دي والله بيحصل لها كده. لما مثلا اجي اقول لك والله انه الحاجه اللي عملت لها كولينج بفيري هاي كولينج ريت ممكن يحصل لها يحصل لها سوديفيكيشن، والماتيريال بتاعتي بتكون هارد فيري هارد. ليه؟ لانه بقول لك مثلا ذرات الكربون بتكيش كده مثلا، بتكيش عشان كده الزلمه من الكيش كده بيكون شنو بيكنكش في روحه وكان يتدي مريعه ما تقدر عليه. زي الناس الحكومه عندنا. كنكش كده ما يلاقي. فالموضوع كان والله صراحه ممتع، وانا حد هسه قاعد اشوفه ممتع يعني الماتيريال ساينس، ولو انه البيزكس شويه عندنا ما كانت قويه. ده كان سؤالي الثاني، هل يعني في كورسز بتدرس على مستوى الماستر البكالوريوس الماسترز، ولا في ريسيرش تعمل على مستوى البي اتش دي في السودان عن الماتيريال ساينس؟ البكالوريوس انا بتذكر درست تو كورسز تو موديولز يعني في اللاين. واحد كان بارت اوف الميكانيكال انجينيرنج كوريكولم، يعني بارت اوف الميكانيكال انجينيرنج يعني حتى كل الناس بياخذوها عن المواد دي. بس يعني في الماده الاولى اسمها عن المواد بشكل عام جنرال، كل الناس بياخذوها في الانجينيرنج ده في جامعه السودان، ما اعرف باقي الجامعات كيف صراحه. لكن في سنه رابعه بعدك اخذت حاجه متخصصه في علم المعادن، ولكن بكل امانه يعني انا يمكن بتكلم عن المارتن سايد ما اعرف شو كلام كده مقدم شويه نوعا ما في المواد. انا زمان هو كده كنت بقراها، ما كنت برا الشبكه يعني. دارت باصي انا بكون برا الشبكه تماما يعني بص صراحه. زي في بعض الناس بيكونوا حسام يعني بيكونوا برا الشبكه برضه يعني. لكن طيب ده برضه انت زور اشتغلت مساعد تدريس، وبالتالي يعني زميل في مهنه التدريس بصوره ما. هل بيفتكر انه المناهج بتاعت الماتيريال ساينس محتاجه لتحديث في جامعه السودان وغيره في الجامعات السودانيه؟ بالنسبه لجامعه السودان ديفنتلي طبعا. انا عشان زمن يعني من يمكن ماتيريز من 2015 لسه هي 5 سنوات، ما اعرف هل في ابديت ولا ما في ابديت، ولكن ديفنتلي هي لانه ده ما حاله ماتيريا، ده حاله ماتيريا حال باقي المواد. الابديت شويه اقل. ده يمكن سبب فيه، وانا يمكن يعني شايف كده والله اعلم، انه مفترض الكيريكولم يكون اندستري دريفن مور ذان انه هيستوري اوف انجينيرنج ولا اي حاجه. فبالتالي انت بتكون عندك بيزكس معينه عايز الطالب يعرفها، لكن بنفس الوقت بيكون عايز انه الطالب دي يكون عارف الابديت شنو في 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 الصناعه. انت في النهايه احنا الريسيرش والحياه دي كلها ليش نو مال المصانع يعني بيزكلي. فبالتالي الموضوع محتاج لابديت اعداد كبير، و ممكن تساعد فيه انت، ممكن تساعد فيه انت. انا ام فيري اوبن للحياه دي يعني، واي فيري يعني ابريشيت الحاجه دي شديد. وفي ناس يعني قبل كده تناقشوا معايا في المساله دي وكده، وعايزين نقدم حاجه يعني لو 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 امكانياتنا يعني. الاشكاليه تبقى طبعا الفاندنج وكده، لانه ماتيريال ساينس يعني الاجهزه اللي بنتكلم عنها قبل شويه دي مكلفه شديد. مثلا ارقام كده عشان بس نكون في الصوره. يعني انا مثلا الجهاز اللي اشتغلت فيه ده هو كان في كاركترايزيشن اسمه SEM سكان الكترون مايكروسكوبي تقريبا، هو المايكرو ستراكشر ده. انا ارخص جهاز اشتغلت فيه وكان تقريبا 120,000 جنيه استرليني. اوكي. وده حاجه هيشتغل للاكاديميه والريسيرش، ولا هيشتغل تورد الاندستري برضه؟
قال شنو؟ معلش ما سمعتك. هيشتغل في يعني بس للتطلع يدرس الطلاب وكده، ولا ممكن يطلع منه يعني حاجه تنفع الاندستري يعني يكون مالتي بيربز؟ ممكن 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 هاي ممكن. ما انت في النهايه لما تعمل دراسه للمايكرو ستراكشر بالنهايه بتعممها يعني. بتذكر زمان في القضايا بيقول لك ما اعرف عشان نثبت حاجه ناخذ شريحه من شنو كده ما اعرف، وبعدها انت بتاخذ الشريحه بتعمم على باقي الشغل. فبالتالي انت بتشتغل في كيس صغير بعدها تقوم تكبر عليه. يعني عرفت انه مؤخرا انه مركز ابحاث المواد اللي هو ده اعتقد تابع لجياد وبتعاونوا مع جامعه السودان، عرفت مؤخرا انه عندهم عندهم شغل كويس يعني، عندهم الاشياء دي متوفره. دي حاجه عجبتني جدا يعني، انهم بيتعاونوا مع الجامعات تحديدا جامعه السودان. الناس جياد هو تابع لجياد اعتقد التصنيع الحربي يعني. لو في زول منهم لو في زول منهم انا ذاتي عايز استضيف زول يعني بعد اذنك في الموضوع ده. طوالي طوالي يوم من الايام نعمل له ويبينار هو يورجينا ينورنا اكثر. لكن عرفت انه عندهم اس تي ام، عندهم اكس ار دي، اكس ري ديفلاكتومتر، وعندهم حياه زي دي. اضيف الى ذلك التكلفه بتاعت الصيانه برضه غاليه يعني. عرفت انه بيجيهم ناس اعتقد من برا عشان يعملوا صيانه وكده. فموضوع ثاني برضه لازم تتلقى ناس مدربين كويس على الاشياء زي دي عشان يقدروا يشتغلوا عليها ويقدروا يصينوها. يعني الطلاب في البكالوريوس مثلا في جامعاتهم ما بيشتغلوا كثير بالحاجه يعني. ايفا لما كنت في الماستر لما درست الماده اسمها كاركترايزيشن ما كنت بقدر اشتغل في الجهاز الا لو كنت جيت اشتغل بحث. فواضح جدا انه الموضوع انه حساس شديد يعني. اقل مشاكل بتحصل بتعمل لي مشكله كبيره في السكادنينج وبعدها في المينتنس وكده. فيمكن دي واحده من المشاكل يعني. لكن والله انا اتمنى انه الماتيريال ساينس دي يعني الناس شويه ينتبهوا لها ويركزوا معاها زياده، لانه هي فعلا ممتعه يعني. يمكن الناس زمان يقول لك انا كنت بكره الجامعه وكده، انا كنت متوقع كلام زي ده في البوست الفات يعني. نسبة لحياة كثير يعني المقرر نفسه قد يكون ممل لبعض الناس. أسلوب التدريس اللابات ده إنه تفرق كثير في شغل الماتيريال ساينس. إذا ممكن تسحب لي حاجة أنا ما شايف قدامي، يعني ممكن تقعد تقول لي والله يا أخي جرين ستراكشر وما أعرف شنو مارتن صغير، أنا ما شايف الحاجة دي. أنا ديفينتلي ما حقدر يعني أتجاوب معك في الموضوع. فأنا أتمنى والله أتمنى. وعرفت إنه في جامعة السودان في 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 خطط لإنه يتعامل القسم بتاع علم المواد، وانا مستعد صراحه ان اساهم يعني بالحاجه اللي بقدر اعرفها، او سواء كان بالحاجه اللي بعرفها وبعلاقاتي يعني مع ناس متخصصين اكثر مني في الموضوع ده في انجلترا او اني وير ان ذا وورلد يعني. ما عندي مانع. ممتاز جدا، ممتاز. وده مطلوب. الجينيات الغابت جابت يعني. مهم جدا انه كل واحد فينا يقدم مساهمه، وانا مبسوط جدا انك اخذت الانيشيتيف وبديت الجروب الصغير ده. احنا في البحثيه السودانيه طبعا عندنا السلسله بتاعت الويبينارات دي بنحاول نعمل فيها دوكيومنتيشن لاي ماستر سي سيز ولا بي اتش دي ديسرتيشن ولا غيره. ممتاز ممتاز، ممتاز. على اساس انه والسيريز دي اسمها تيل مي اباوت يور ريسيرش. فانا سي ام جونا شير السكرين معاكم للناس الدايرين يعني يقدموا في الويبينارات يعني بنفس القدر اللي هو استضفنا فيه اس دي باشمهندس عثمان، واستضفنا فيه عدد كبير جدا من الناس لأنه نوري الناس كيف يصلوا للحته دي. ف ذيس ماي سكرين هنا ده. ممتاز ممتاز. وانا كمان مستعد للتمرر لو في اي مساعده بدك تقدمها. ديفينتلي ديفينتلي في مساعدات كثيره ممكن تقدمها. دي الهدف بتاعها زي ما شايفين هنا في النايت ده عباره عن فورم جوجل دوكيمنت، انه الهدف بتاعها توفير منبر للمباحثين السودانيين لتنوير أعضاء المجموعة عن أعمالهم البحثية. دائماً بنقول إنه science is not completed unless it's communicated. فما بنقدر أي نتكلم على إنه والله أنا باحث ولا أنا عملت بحثي ولا كده ولا إلى آخره، إلا إذا كان الواحد ورا الناس بيعمل البحث بتاعه. فزول بيجي بقدم اسمه والله أنا اسمي فلان فلان. أنت عثمان نسي أضفت أورد ال نعم نعم البريد الإلكتروني بتاعك، اللينكدين بروفايل لو if available، الريسيرش جيت، التلفون بتاعك، اخر مؤهل علمي، اسم الجامعه، عنوان الاطروحه، وتمهيد للبحث اللي انت فيه. وسي هتقدم البحث بتاعك ده بالعربي والانجليزي على اساس انه برضه احنا ده بيساعدنا في الاعلان. لو عندك اي ابلكيشنز قبل كده عملتها، الزمن المحتاج فيه تقدر شنو عشان برضه نعمل بلان كويس. هل محتاج ريهرسلز يعني قبل السيمينار ولا لا؟ في ناس بيكون عندهم صعوبات في التواصل للإنترنت نفسه، يعني بنكون دايرين نعرف برضو إذا بتستخدم لابتوب ولا ديسكتوب ولا غيره.
الانترنت بتاعك سريع ما سريع، ادينا صوره شخصيه عشان في النهايه التيميت احنا هنعمل بوستر نقول انه والله هذا الهناي بتاعنا. اي سؤال ثاني؟ الحي موجوده 24/7. انا حوقف الشير، انت ممكن تعمل شير من عندك هناك عثمان. ايوه اعمل شير السكرين من هناك. فالحاجه دي مهمه لانه اي واحد، وبعدين بنقول للناس يا اخواننا اخر باوربوينت فايل اسيد البرزنتيشن ده بتاعك اللي قدمته للماستر صح؟ نعم يا هو ذاته نفسه ما اقول على غير فيه شيء صح؟ ما اقول انك عدل فيه ولا سوي فيه. البروكراستينيشن والفير بتاع الناس بيجي دائما منه شنو؟ والله اخي عندي حته بسيطه بس اعدلها. الناس اللي بيكون بيرفكشنست ولا عنده يا اخواننا ما بالضروره، ما في حاجه الا كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كلنا البحوث بتاعتنا زي ما بيقولوا نوت كومبرهنسيف نور يعني كومبليت، كلنا بيكون محتاجه والله ممكن كان بي بيتر. فاخر حاجه الزول عملها اخر برزنتيشن قدمتها ومنها وجيزه دريكتك تحت الماجستير الدكتوراه الى اخره حتى مشاريع التخرج البكالوريوس، بس دي زادت على قديمه اعمل دوكيومنتيشن. انت بعد الويبينار ده طوالي حيكون عندك شنو؟ حيكون عندك invited talk تحطه في السي في بتاعتك. انا والله was invited to give للباحثين السودانيين، والباحثين السودانيين ممبر فيه قريب 600,000 نفر يعني اظن جائزه نوبل ما اظن يعني بيحضروا عدد قد ولا شنو؟ مش كده. فالشاهد في الموضوع انه لازم الناس تعمل دوكيومنتيشن. والله تمر يعني ايوه انا اثني على الكلام ده ليه؟ لانه عشان الناس تظهر ذاته، الناس تظهر كل ما ظهر الناس بيعرفوا بعضهم وبيقدروا يطوروا مع بعض الحاجه اللي هم شغالين فيها. بالضبط ابدا اعرف الناس ممكن بعد كده اشوف الناس اللي يعرفوا الماتيريالز اكثر وكده، مثلا لو كان جونيورز او الناس السينيورز اللي عايزين مثلا يعملوا ابحاث مشتركه او عايزين يتناقشوا في حاجه محدده، عايزين يقدموا مطروحات محدده، نشوف ممكن نتناقش فيها كيف نطور كيف لقدام. فيا ريت والله من هذا المنبر يعني يا ريت الناس يعني تحاول قدر الامكان تظهر زي ما قال الكوميونيكيشن هو المربط الفرص. بالضبط طيب. انت راسي في الويبينار بتاعك ده تكلمتها وهبشت حتات وكده، وريت ابديت انك انت دار تساعد ودار تساعد الجامعه ده. الناس بتشوف الكلام ده وذي ويل ريتش يو اوت يعني بيسالوك يا اخي احنا دايرين كده محتاجين. حتى الطلاب اوت اوف يعني كيوريوزيتي بيسالوك عن المجال ده، هل ما عارف شنو. في ناس يكون داير عارفه، وده سؤال برضو انا داير اسالك له يعني انت قريت المراحل كلها في السودان يا عثمان؟ نعم تمام. واسي بعملت ماسترز في نوتنغهام، ون اوف ذا فاينست اند ذا بيست يونيفرسيتي ان ذا وورلد يعني صحيح. ف شنو كيف الانجليزي اللغه الانجليزيه عملت شنو الايلتس ما عارف شنو الحاجات دي كلها بتهم الطلاب انه يتلمسوا بها الدرب. صحيح فعلا. ممكن نبدا باللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه لانه طبعا ده بيكون الحاجز الكبير بالنسبه لمعظم الناس يعني، لكن بس دار اقول لك حاجه بسيطه في التعامل مع في الحياه الغير رسميه. يعني انت لما تتكلم عن ايرس وكده قاعد تتكلم عن حياه رسميه، لكن لما تتكلم عن الحياه عموما مثلا في انجلترا وكده الناس ما بيركزوا مع انك انت انجليزي كويس ولا كافش نهائي. دي حاجه بس تاخدها في بالك يعني، انت حتى لو بتقول لك كلام غلط بتعمل جراماتيك مستيكس كثيره وكده دي ما حاجه تخليك انت تتضايق او ما تتكلم مع الناس. هم اساسا عارفين انت زو انترناشونال، فبالتالي انت تلقائيا ما حيكون انجليزي قوي يعني. هي تخيل انت جاي زو مثلا انت طلب بيو مثلا بيجوا من نيجيريا في السودان ده، او مثلا بيجوا من كده يورو جامعه افريقيا او كده، عربي مكسر شيء، لكن بتحاول تفهم بتحاول تزود على وصل لك شنو مش كده، بتحاول تساعده بناء على الحياة دي ترد له يعني او تتواصل معه. فموضوع الانجليش ده بالنسبه للحياه الما اوفيشال ما مشكله لما نتكلم يعني في حياتك في انجلترا عن الدراسه وكده، لكن لما نيجي نتكلم على الايلتس وكده انا يعني الحاجه بقول للناس انه زول يكون تجاري بحت قدر الامكان. في موضوع الايلتس ده انت محتاج مثلا يعني كم 6.5 يبقى الحاجه بدي 6.5 انه يجيبها وكماري ما تفكر في انه يعني في ناس كثار زي ما قصص بيقول لك والله زول اساسا ما كان عنده انجليزي وما قوي او كده، بس امتحن حضر الايلتس ده بس في شهرين مثلا وانجز. فانا بديت بالكورسات يعني زمان وانا صغير كنت ماشي المعهد البريطاني في بحري، مكره هنا اخاك الوطن زي ما بيقولوا في الاساس يعني. انا اصحابي كان في الرياضات بيمشوا يلعبوا وكده وانا ماشي هنا. الموضوع كان كده اصحابي قسم معاك في نوتنغهام يعني دي البوينت هنا.
لكن الفكره في انه بس انت كيف يعني الناس لما تيجي مثلا اذا ولدك اخوك الصغير كده عايز تخليه بس تحاول توصله بطريقه كويسه عشان ما يحس بانه كده يعني. لكن انا عموما الحاجه دي انا نفعتني كثير الحمد لله، مع الرغم انه انا انقطعت عن الجامعه يعني، لكن يعني في الجامعه انقطعت عن اللغه الانجليزيه لفتره طويله، لكن البيزكس والحياه دي كانت الحمد لله موجوده، فبعد ذلك بس بنيت عليها يعني. فالاول ما تخرجت كان جاتني سفره كده وخشيت فيها كورس بتاع انجلش، ولا هي سفره كانت في بريطانيا ذاتها يعني عشان نكون للامانه، فقعدت لي زي كذا شهر، 3 شهور او شهرين يعني، تخيل انا في كورس ويعني كده بعمل يعني براكتسنج مع الناس في الشوارع في بتاع كده في نفس الوقت في كورس. فدي كانت دي كانت الحاجه اللي نفعتني شديد. وبعد طوالي جيت امتحنت الايلتس في 2015 وكنت تجاري بحت يعني، ما فكرت اني اجيب 9 و10 و8 وبتاع، لا دار كم بقى 6 ونص، طوالي جيب 6 ونص انتهينا، ما 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 فكرت اني اجي يعني بالجد يعني لازم تكون كده. تعمل براكتسنج بالحاجه اللي بتجيب لك مثلا اعلى شويه من انت عايز تجيب 6 ونص، تعمل براكتسنج انك تجيب 7 بس، دي الفكره كده عشان بعدين انت في الامتحان تحصل لك ظروف بتخليك ممكن تخليك تجيب درجه اقل من كده. طبعا يعني ولله الحمد في 2015 حصل بعد سنتين اللي خلاص بقى اكسبايرد وانا ما لقيت حاجه الحمد لله رب العالمين، فاضطريت امتحن على راس ثاني يعني في 2017. لكن انت بعد نفس الطريقه كنت عباره عن زول يعني تجاري بحت، شفت مثلا حاجه بس 6 ونص دي طيب وتبقى ماري بس ما تفكر في حاجات كثيره كثير يعني. فدي دي نصيحتي يعني عموما بشكل برضو عام. دي برضو هاي نقطه مهمه انه الزول يمتحن وقت ما هو محتاج له، ما تمتحن وقت انت ما محتاج. ايوه بالضبط كده بالضبط كده، ما تحاول يعني. انا دائما بس بقول للناس انت يعني الجامعات هنا ما في البدايه لما تيجي تقدم ما بيطلبوا منك شهادات، ما بيطلبوا منك ايلتس، ما بيطلبوا منك اي شيء، ممكن تقدم حتى انت ما تخرجت ممكن تقدم عادي، بس بتقدم الترانسكريبت اخر نتيجه جبتها بس تفاصيل ترسلها، بدوك حاجه اسمها كونديشنال اوفر تمام، يعني قبول مشروط. القبول المشروط بشنو؟ بانك تجيب الايلتس تجيب الشهادات كذا 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 كذا. فانت الفكره انك لما تقدم من غير ايلتس بتضمن هل انت اساسا شهادتك بتاعت الجامعه دي بتقعدك في الجامعه الفلانيه ولا لا، بتقلك مقعد ولا لا، دي المين بوينت. عشان ما تجي تمتحن الايلتس تلقى نفسك شنو؟ تلقى نفسك والله يا اخي بعد امتحان الايلتس والله يا اخي الجامعه ما شالوني ليه؟ لانه مثلا شهادتي مثلا قيموها لقوها اقل من انها مثلا تقريبا، عرفت الفكره شنو؟ فانت قدم طوالي بالافيلبل سيرتيفيكتس بغض النظر، شوف النتيجه بتجيب شنو، لا تقول اوكي بعد كده في امتحان الايلتس، لانه انت بجد الايلتس ممكن في شهرين لو قفلت روحك تنجزه بجد يعني. بس انت في حاجه بس اقول لك معلش نسيت اقولها قبل، انه الليفل بتاعك في الـ في الـ في, الـ في الانجليش قبل ما تبدا الايلتس يكون انترميديت على الاقل، عشان بعد كده انت يعني تقدر تتجاوب مع الايلتس مع البريبريشن وكده. لو انت اقل من الترميد الموضوع شويه يبقى صعب شويه يبقى صعب، فدي بوينت انا دا اقوله برضه للناس. لكن عموما تذكر انك انت لما تيجي انجلترا دي الناس دي ما حيركزوا مع انجليزيتك كويس ولا كعب شيء، لا اي نعم بالعكس يعني، لو لقوك انجليزيك انجليزي كويس بينبهروا شديد يعني، حيتخلع في انت كيف دارك بيوريك الحاجه بيوريك كيف انجليزي قوي كده، تتخيل معايا يعني الموضوع ده فيري سمبل ما يعني دونت تراي تو ميك ات فيري كومبليكيتد. طيب السؤال الثاني، الناس في الجامعات البريطانيه بتديك يعني كونديشنال اوفر ولا بتديك بارشل سكولرشيب؟ فكيف الطريق؟ قلت ترى دي غاليه جدا. نعم نعم صحيح الباوند ده حاجه غاليه جدا. نعم صحيح طبعا احنا لازم نميز بين الاوفر والسكولرشيب، دي حاجه برضه مهمه بالنسبه لنا. الاوفر ممكن يجيك كده سليقه يعني زي ما حصل لي كثير يعني، ف وبعد يحصل لي حد اسي في الاوفر يعني ممكن ما يكون ما عنده علاقه بال معظم الحاجات كده، الاوفر بذات الماستر بذات الماستر الاوفر ما عنده علاقه بالسكولرشيب تمام. الاوفر مسؤول منه الادميشن بتاع الجامعه، اللي هو الادميشن المسؤول من انه يشوف اوراقك يراجعها وكده، وبكون في كوميتي من الجسم بتاعك بيمسك الحياه التكنيكال بيمسك شهاداته وكده. الادميشن الثاني ده يكون ماسك مثلا يشوفك هل انت جبت الايلتس هل انت مستوفي الشروط وكلام زي ده. السكولرشيب بيكون عندها كوميتي منفصله تمام، معظم السكولرشيبس بيطالبوك بانك تكون عندك اوفر، في حالات نادره بيقول لك يا اخي يكون عندك تكون قدمتها بس، يعني بيكونوا هم رابطين اساسا المنحه
مع القبول طوالي مع بعض. ادوك المنحه معناتها انت اوريدي ادوك القبول، لكن دي حاجات نادره شديد. في العادي بيقول لك امشي جيب الاوفر اول، انتهيت من طبعا ده حيكون ابلكيشن براو بيرسونال ستيتمنت براو، انتهيت من جبت الاوفر بعد شويه هتقدم تقدم لشنو؟ سكولرشيب بيرسونال ستيتمنت مختلفه. فدي منفصله مع بعض. بالنسبه لنوتنغهام اللي بيحصل كالاتي، عندهم منحه اسمها ديفلوبمنت سوليوشن سكولرشيبس، تمام؟ ديفلوبمنت سوليوشن سكولرشيبس، المنحه دي في العاده بتكفل طبعا ده لمصر، في العاده بتكفل شهري 4 في العاده. طبعا السنه دي اتلغت كل المنح بسبب الجائحه، ايوه ان شاء الله ربنا يرفع يعني قريبا. لكن بالنسبه للسنه الجايه الناس اللي هيبدوا شهر 9 2021 لازم يكون بحلول شهر 4 2021 يكونوا قدموا الرد، تمام، للمنحه. يعني انت اساسا حتى قبل الوقت ده بتكون جاوب الاوفر اوريدي بلاك وقع عليك. يعني مثلا انت بتكون لحد شهر 2 كده تكون خلاص موضوع الاوفر ده انتهت منه. طب شهر 3 او 4 ده حضر للسكولرشيب، شوف ممكن تقدم لها كيف. على فكره سكولرشيب برضه ممكن ما تحتاج لها لايلتس بعد تضمنها تقوم بدك تشتغل تمتحن الايلتس. فنوتنغهام عندهم الديفلوبمنت سوليوشن سكولرشيب دي هي انت والسي في بتاعك، انت وامكانياتك وانت والبيرسونال ستيتمنت بتاعك بتكتبه كيف بطريقه قويه بتوضح انك انت اشتغلت فولنتري مثلا وعك كثير، يشتغل عندك انفلوينس سكيلز، عندك ليدرشيب سكيلز، حاجه زي دي، عندك يعني عندك تاثيراتك في المجتمع بشكل عام. فعشان كده دي برضه مناسبه دعوه انه الناس تحاول تشارك في الـ في الـ في الويبينارز الموجوده هنا دي، بتفيدك كثير. بتقول لهم والله يا جماعه انا مثلا قدمت اي توك نعم اسمعنا الصوت وقف من عندك شويه صوت وقف شويه طبعا في شباب كتار يعني دعيناهم انه يقدموا بارك للزول مبروك الماجستير مبروك الدكتوراه تعال قدم البحث بتاعك في منبر الباحثين السودانيين بيقول لك كويس بس عندي شويه حاجات اصلحها وكده اعملها وكده الى اخره وما بيجي راجع ثاني فاعتقد انه الزول بيكون فقد فرصه بتاعت انه يضيف للسيره الذاتيه بتاعته فقد فرصة بتاعت انه يفيد المجتمع العلمي ويوريهم هو وين وصل له شنو ودي حاجة بصراحة محزنة هو نقص القادرين على التمام عثمان الظاهر زي الكونكشن بتاعه حصل فيه مشكلة فطلع بره انا برجع تاني لحد ما عثمان يجي راجع تاني اذكر انه المنبر بتاع الباحثين السودانيين متاح للجميع في انه يقدموا فيه الديزرتيشن بتاعه مشروع التخرج الى اخره وفي برامج اخبارنا مختلفه نحن مهتمين بها زي البرنامج بتاع الارشاد الاكاديمي والبحثي يعني اسي الجزء الاخير ده بتاع الكيو ان اي في ونسه بتونس مع عثمان على اساس انه الشباب يستفيدوا الشباب الثانيين الجايين دي حته مهمه جدا بالنسبه لنا انه الناس توصل المعرفه بتاعتها وتجاربها للناس اللي بعدهم يعني مهم جدا جدا انه احنا كمجتمع يعني مرحبا بك مره اخرى باشمهندس عثمان انه كمجتمع لازم نساعد بعض يعني الناس اللي مشوا فينا قدام يساعدوا الناس الجايين وراهم عشان نمشي لقدام يعني كلنا كمجتمع عايش تمر لا ولا يهمك فصل فجاه كده يعني لا ولا يهمك تحصل حوامه معلش مرحبا بكم ثاني طب اسمه واصل الكلام الاخير انا ما عارف انت كنت بتقول فيه اي واصل انا كنت بقول فيه انه احنا لازم نساعد بعض يعني الجزء الاخير بيتكلم فيه انا وانت هسه ده على اساس انه الشباب اللي بعدنا يعرفوا يستفيدوا منه ايوه ده المهم فيه فانت قلت انه المنحه ممكن تكون يا ريت ايوه انا والله بجد يعني انا بجد ده يعني قدر الامكان اي زول محتاج لشيء ممكن انا اقدمه له انا مرحب بالحاجه دي يعني انا بتذكر قد شلون انا حالي عانيت لحد ما قدرت اوصل لها بالضبط فزي ما قلنا اخر حاجه انه الزول يحاول يعني يشارك في الحاجات زي دي ويبينارز وعندك نشاطات متعلقه بمؤتمرات في الجامعه كده بتاع هناي تحاول يعني تحاول تشارك فيها عشان بعدين يكون عندك يعني a very strong personal statement
تقدر تو كومبيت وذ اذر بيبل. تتخيل معاك انت حيكون معاك ناس انترناشونالز من كميه من الدول كلهم حيكونوا ناس يعني كده نوابغ متميزين في مجالات وكده في دراستهم وكده. انت محتاج لحاجه قويه يعني ريزومه قوي وسي في قوي. فبالنسبه لنوتنغهام زي ما قلت انت بتكون اوريدي خلاص جبت الاوفر بتاعك. الأفر ما فيه مشاكل كثيرة يعني في العادة معظم الناس أنا ما بذكر يعني مثلا قدمت إلا ممكن مرة واحدة ما أدون يعني. لكن في العادة الأفر بكون فيه مشاكل. الاسكولرشيب هي المشكلة دائما. فأنت بتحاول تصل للشيء دي. الفاليو انسليجن سكولرشيب بتاعت نوتنغهام بتغطي تكاليف الدراسة فقط لا بتغطي تكاليف المعيشة. ولكن أنت لو بقيت على أنا بديك الجريبات الكويسة يعني بالظبط. بدي زول الزيت. يعني بديك الزيت في موضوع المعيشة ده. حتى شباب هناك ما شاء الله نوتنغهام الشباب فيها كثار جدا سودانيين وعندهم الشباب السودانيين الطلبه تحديدا وليس جالي خليك منها جالي برضو بنعرفه انه ناس كثار يعني لكن الطلبه بذاتهم موجودين في الاندر جرادز وبوست جرادز ماستر وبي اتش دي وبوست دوكس كله كثار يعني فما شاء الله ما بقصروا يعني ناس ممتازين شديد. فانت لو بيجي على حاجه المنافسة بعدك انت حسب قوة السي في بتاعك بالنسبة للتويشن فيس يعني رسوم الدراسة ممكن تاخد 30% 50% او 100%. فتذكر ان السي في بتاعك لازم يكون قوي والكلام ده لازم يكون very strong. الجامعات الثانية مثلا ممكن يكون وضع مختلف بالنسبة لهم. في جامعات كثيرة يعني جامعات كثيرة وكويسة محترمة بريستول ما اعرف نيوكاسل ريدينج كذا نيوكاسل جروب الراسل جروب بالضبط. في حاجه اسمها الراسل جروب يونيفرسيتي اللي هي عباره عن 21 جامعه في بريطانيا. ازول يحاول تارجت الجامعه دي يعني دي من احسن الجامعات في بريطانيا ومعظمها عندهم الراسل جروب. برضه عشان ندي ناس فكره برضه الراسل جروب بتعادل الاي في ليج جروب في يونيفرسيتيز في امريكا. الاي في ليج اللي هي المجموعه بتاع جامعات القمه في السودان مثلا جامعة الخرطوم ما عارف شنو الجامعات بتكون بيخشها الطلاب اللي بيجيبوا درجات عالية وكده. لكن راس الجروب ده أنا عرفت الستوري بتاعته very interesting. أوكي. إنه الجامعات اللي هي كمؤسسات أكاديمية في إنجلترا راسها وكده وبيجوها الطلاب وبيكون competitive جدا وإلى آخره. قام جات المتروبوليتان universities اللي هي الجامعات اللي بيقولوا شنو أنا إحنا مش بقول لكم الكليات الأكشاك والكلام زي ده وبيده. فجأة كده قام دخلت السوق يعني بدأت تنافس وتخمش من الطلاب بتوعونه يعني. أيوة. وقام اجتمعوا جامعات القمة ديل قالوا أخواننا الناس ديل جو داري يخربوا علينا سوقنا وكده وبتاع. فاجتمعوا في فندق اسمه راسل. أوكي. شفت كيف؟ فالاجتماع بتاعهم تقرروا إنه والله إحنا شروط الدخول لنا وبتاع ونميز نفسنا وكده ونكون ما عارف شنو. عملوا الشروط اللي هي خدتوا ترسوا كده ترسوا الموضوع على أساس إنه يبقى صعب يعني. تسمى أيوة. الراسل جروب يعني اوكي سبحان الله. لكن حاجه انا ذات اول مره اسمع القصه دي لكن حاجه فيري انترستينج. ايوه فيري انترستينج. لكن الراسل جروب دي هي يعني واحد المؤسسات كيف سيلف بريزيرفينج وديفنسيف يعني اول ما تبدا تتكلم عن جامعه تلقى الناس اللي تخرجوا منها كلهم بيحاولوا انهم يهاجموك ويدافعوا عنها يعني كده في كلتشر زي دي بصوره عامه. نعم ايوه صحيح فعلا. بيتا عثمان مستعد تتارجت الحاجه دي يعني ناس تحاول مستعد تساعد الناس في سكولرشيبس. I'm ready. مستعد انه تساعدهم في قصه الناس البيرسونال ستيتمنت في البيرسونال ستيتمنت في السي في في الحياه زي دي مستعد اساعدهم بانه يلقوا سكولرشيب الاوفر ذاته باختلافاته حتى لو انا يعني هم عايزين يمشوا في تخصصات ما انا ما بعرفها بحاول القى لي ناس يساعدوهم يوروهم كيف الحاجه دي. انا اوبن تو ذس. التحاول زي ما قلت لك تارجت الجامعات الراسلز دي بيرمنغهام نوتنغهام بريستول ما اعرف شنو دي برضه ممكن اوريك لها ماري الى اخره. نعم اي فانا يا فانا ام ريدي يعني ام ريدي لانه اي حاجه لو عايز ماتيريالز برضه يعني لو عايز شيء في موضوع الماتيريالز ده وعايز مثلا شيتس وعايز حاجات مثلا محاضرات بتاع هنا للحاجه اللي يمشي يقراها ممكن برضه اديك عشان ازاي يبدا يحضر يعني انا يعني بذكر جيت اول ايامات اتاخرت ذاته بسبب مواضيع الفيزا والحياه دي فوتت زي 3 اسابيع يلا يعمل لي حته التسجيل يعني فتعبت تعب شيء خلاص خاصه انه انا زول البيسكس بتاعتي شويه كانت ضعيفه يعني ولو في زول عايزين في موضوع الماتيريالز ده بالذات في نوتنغهام ممكن اساعده مثلا في الماتيريالز المحاضرات وكده
لانه ما طيب هسه انا شايف في واحد من الشباب عامل تاج لزميله أيوة. بقول يا اخي تعال اشرح لنا الفهم دوت كده الى اخره. هل ممكن يتعمل كراش كورس ولا حاجه تو بريدج الجاب ما بين المادتين اللي اخذتهم في ميكانيكا جامعه السودان والحاجه اللي جيت لقيت انت ليتر في نوتنغهام؟ في جاب كبير جدا واضح يعني. هل ممكن تعمل كراش كورس ولا حاجه لحد ما زي ما بيقولوا شنو الجفل نخلي نقرا على الوقفات؟ ايوه عشان نلحق الطلاب الاسي موجودين دين ما نكرر المأساة بتاعتنا لحد ما المناهج كلها تتجدد. هل ممكن تعمل كراش كورس ولا حاجه زي دي؟ ممكن تعمله ساعه. ايوه ابسولوتلي ممكن. ممكن نحاول قدر الامكان نشوف المقررات حاليا وضعها شنو اللي حصل لها ابديت ولا ما ابديت وكذا. بليز دو نقوم نحاول نعقد مقارنات نشوف النقص وين والجابس وين. احنا الاكاديميين دي يا عثمان حركتنا بطيئه ومؤسساتنا دي اكثر مؤسسات بطيئه في العالم يعني الجامعات دي الاستراكشر بتاع الاداري البيزنس موديل بتاع نفسه كون انه والله باخذ تيوشن من الطلاب ما تغير يعني فور تنس اوف ييرز. فالناس لو ما ساعدت كسيفل سوسايتي ساعدت كانيشيتيفز احنا كانديفيديوالز احنا بنكون بنضيع في بوتنشال كبير جدا للطلاب. صحيح. واحد منهم ممكن يكون ماتيريال ساينتست قدر الدنيا. صحيح مش كده؟ صحيح. نعم. انا كنت بتناقش مع زول يعني في الحياة دي في موضوع انه احنا ذات لما جينا عملنا الجروب اهدافنا شنو رؤيتنا شنو كده يعني. انه احنا عايزين نساعد الجروب اللي هو بتاع الماتيريال ساينس. ايوه انجينيرز اوكي. اسمه سودانيز ماتيريالز انجينيرز. انا حشير السكرين برضه عشان الناس تعرفه. ايوه يا ريت بالذات يعني الناس اللي خبرات الدكاتره والبروفات وكده يساعدونا لانه محتاجين شديد يعني. لانه عندنا شغل عندنا برامج كثيره يعني غير الورك شيبس والويبنارز والديسكشنز والحاجات دي. عندنا منتورشيب سكيم طارحينه بالنسبه للجونيورز وكده فمحتاجين لناس خبرات يعني عشان يقدروا يساعدوا الشباب دي في برنامج الارشاد منتورشيب سكيم اللي هو برنامج الارشاد عشان نوجه الطلاب والناس الخريجين وكده لانهم ايوه دي الصفحه بتاعته. انا اوجه الطلاب والخريجين انهم يعرفوا المجال اللي دارين يشوفوا فيه ويحددوه وكده. انا بعرف ناس كثيرين مثلا ما قادرين يحددوا المجال اللي عايزين يمشوه اصلا يعني. فدي واحد برضه واحد من الحاجات انا عانيت منها. فبالتالي اي الناس تحاول تيجي على الجروب ده ونشوف يعني احنا ممكن نقدم لهم شنو. فمثلا انا كنت بتناقش مع واحد من اخواننا هنا وهو زول يعني دكتور ما شاء الله يعني على مستوى ما شاء الله في الجامعة عريقة. فقال لي نحن عندنا نقطتين عايزين نتحرك من النقطة مثلا من النقطة B للنقطة A. النقطة A بالنسبة لي احنا معروفة شنو اللي هي دي الحاجة اللي احنا دارين نصدقها هي انت بتشوف العالم ده واقف وين وبتحاول تقرب منه اوكي اللي هو دي اي زول برا قاعد في العالم ده ممكن اوريك لها يعني. النقطة بي قال لي احنا عايزين نعرفها اللي هي النقطة اللي عايزين نتحرك منها اصلا يعني احنا اساسا واقفين وين يعني على العالم شايفينه لكن احنا وكذا حتة من الموضوع ده. فمهم شديد انه احنا نعرف الحتة اللي احنا فيها حاليا وده عشان كده كان قادني قبل شوية الكلام اللي قلته لي يعني انه محتاجين لكراش كورسز عشان نشوف الجابات. فكنت قلت لي انه محتاجين احنا نعرف اساسا المواد ذات الكيريكلم ده عامل شنو في ابديت ولا ما في ابديت الماتيريالز مثلا او عموما كل المقررات بشكل عام التخصصات كلها يعني واقفه وين موقفه شنو الحاجه دي بيورونا ناس من الجامعات ومن التخصصات نفسها وكمان لما نيجي ناس من برا يعاملوا الموضوع من برا بيجوا بيقدروا يحددوا النقص في شنو. فالموضوع عباره عن يعني تكافل اكثر من كونه من جهه واحده يعني ما بس الزول جاي من برا ده هو بوريك لا انت جاتك قاعد جوا ده انت ذاتك عندك دور مهم شديد في انك توضح الناس واقفه وين هذه هي بتشتغلوا مع بعض عشان تصلوا لحته محدده. طيب ده بيسوقني لسؤال تاني بالنسبه للماتيريال ساينس يعني شنو الارتباط بتاعه بالميتلز مثلا ولا المايننج اندستري ولا كده يعني هل في علاقه بينهم هل في مثلا زي يقولوا الرير ميتلز اليورانيوم والما اعرف شنو هل يعني حاجه زي دي في السودان ممكن يكون عند اي ولا ديس يعني نونسنس الكلام بقول فيه ده بيزيكلي ماتيريالز خاشبه يجي اول يعني حاجه كنت اقول لها دي ما نونسنس ولا شنو الله يهدس اوكي جو اهيد فاحنا ممكن نلقى الماتيريالز دي في الانجينيرنج بشكل عام او نلقاها في البيولوجي او كده او كده او كده وتبر يعني بعد كده انت كل زول زي ما بيقولوا شو بينهل من الحاجه بتنفع معه اوكي. فالتطبيق
بتاع الموضوع الماتيريال ساينس ده، لانه هو يعني مجالاته كبيره. انا بتكلم عن المنظور بتاع الميكانيكا الكينيتيك عشان باقي الحياه ما معروف بالنسبه لي كيف. لكن التطبيق مثلا احنا في الكهرباء عندنا لو انا متذكر يعني في شغل في المينتنس بتاع القرايه، تدوش تقرا وبتعرف ان الحاجه دي كده وكده وكده، لكن كابحاث لانه متفترض مهما كنت مركز بتاع اندستري او غيره لازم يكون عندك ريسيرش اند ديفلوبمنت. فشغل بتاع ابحاث للاسف ما في يعني. احنا كنا بس بنضطر نمشي نقرا على الحاجات ونحاول نمشي نطبق، نقرا نمشي نطبق، نقرا نمشي نطبق في الشغل تحديدا. بعدين في شيء ثاني انه الشغل المينتنس ده تحديدا اللي هو شغل انا اشتغل فيه بيعتمد على الرياكشنك للاحداث الحاصله قدامك بس. يعني الريسيرش ما انت في النهايه بتقعد كده بيراقب بتشوف نفسك انت عايز تعمل شنو وعايز توصل لشنو كده، لكن شغل المينتنس انت بتحاول تعمل رياكشن سريع عشان تلحق تدخل مثلا المكنه للخدمه ثاني وكده. فمرات كثيره من الموضوع بيكون مختلق اكثر من يكون مدروس. فدي بوينت مهم يعني. لكن بشكل عام موضوع الماتيريالز ده لازم يكون يعني يلقى وضعه في الاندستري، سواء كان مايننج او جنريشن او غيره. لازم الحاجه دي لازم تلقى، لانه تلقى الشركات الكبيره في العالم دي ناس اي دي اف وما عارف شنو ماسكين النيوكلير انرجي والحاجات دي، انهم يعني مراكز بحثيه ما بتديك الدرب، سواء كان مع الجامعات او حقتها برايا يعني، كله عنده علاقه بالماتيريال. نحن عثمان في مجالنا بتاع الكمبيوتر ساينس والانفورميشن تكنولوجي بصوره عامه وبتاع، بنقدر نحدد الريتيرن اوف انفستمنت، لانه اي دولار بتستثمره في تطوير مهارات بتاعت مبرمج ولا كده، الريتيرن اوف انفستمنت 8 دولار، تدخل دولار بيطلع لك 8 دولار. تفتكر في اي حاجه في بالك في انه الماتيريال ساينس لو عملنا انفستمنت، لو ما في بس خلي الكلام ده السؤال ده خليه في بالك على اساس انه والله حاجه ممكن نعمل بها بيتشينج، انه والله يا اخوان الماتيريال ساينس شود بي يعني مجال شود بي انفستد ان، والريسيرش المفروض فيه يحصل لانه والله الريتيرن اوف انفستمنت ممكن يكون فيه كده وكده وكده. اوكي 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 اوكي. ده بحتاج لزول متخصص اكثر مني صراحه عشان اكون واقعي، هو عنده خبره عمليه اكثر يعني، سواء كان في ريسيرش او اندستري يعني. عشان اقدر احدد لك الحاجه دي يعني الفيدباك ممكن يكشنه من الانفستمنت بتاعك في الماتيريال ساينس. لكن ممكن الحاجه دي ممكن نمشي فاكر فيها ابحث فيها زياده وبعد كده ممكن نتناقش فيها في مره ثانيه. لكن هو عموما لانه الكهرباء الاداره المركزيه او شركه الكهرباء وزاره الكهرباء ولا غيره عندها مشاكل، والمشاكل دي محتاجه ريسيرش في صحيح. في الماتيريال صح؟ صحيح. ممكن نوري انه والله احنا مثلا عدد الاعطال اللي بتحصل بتاع اوت اوف اللاك اوف نوليدج اند اكسبيرينس في الماتيريال ساينس ده، ان احنا وي كان ريديوس وكت الكوست بتاعه بكده ثرو التريننج مثلا ثرو الحاجات دي مثلا. ايوه صحيح. هي طبعا ديفينتلي، لكن بعد ذاك كتقدير مثلا استيميشن دي شويه محتاجه ايوه محتاجه تاي كوستنج برايسنج والى اخره. لكن يعني لكن ديفينتلي هي عندها ديفينتلي عندها يعني فيدباك بنفيت افيشنت فيدباك مهما كان. فان شاء الله يعني ناس نقدر يعني طبعا السودان يعني الظروف الحاليه مره لا من الصعب انه حاليا في وقت الحالي انه الناس يعني كده، لكن لا باس انه الناس يعملوا بلاتفورم يمشي يعني يعملوا انيشيشن وبعد كده لقدام لما الاوضاع تتصلح في البلد يعني. هسه حاليا الناس ما ممكن يعني ازمات وهم تتطرق لمساله زي دي، واساسا ما عندها وده الوقت المناسب يا ابو عفان لو تسمح لي. لا ما عندها بيز يعني، لو هي عندها بيز معلش تبني عليها، لكن انت يا دوب عايز تعمل البيز بتاعك. لكن ان شاء الله يعني ما انا شخصيا ما حقيف يعني ان شاء الله. الكلام دي سبيريت زي ما قال نيلسون مانديلا، انه اي حاجه بتظل مستحيله لحد ما زول يعملها. احنا انسبايرد باي الذكر الشاب اللي نط من فوق ده، نط في اعلى حته في الفضاء قريب للمحطه. ايوه فيليكس ده صراحه كده ورانا انه والله الحاجه دي كانت مستحيله لحد ما عمله هو، دي اخر حاجه يعني شفناها. ايوه وان شاء الله يعني ربنا يوفقك. ايوه ده برضه بذكرني لحاجه كان قال اعتقد مارتن لوثر يعني. نعم. انه يعني كان بيتكلم على انه مهما كان طبعا مارتن لوثر معروف يعني، مهما كان انه العقبات اللي قدامك انت بتحاول تجري، لو ما قدرت تجري يعني بيقول لك تو كيب موفينج. كان قال if you can't fly then run and if you can't run then walk.
And if you can't walk, then crawl. Exactly. But by all means, keep moving. ف... Exactly. حتى لو انت ما انا احبي واز يعني. أي نحن في المحسين السودانيين طبعاً البتاع ده مطبقينه حرفياً لأنه عند عمرنا 10 سنوات يعني من 2009 ل 2020 دي فترة طويلة كافية توريك إنه والله إحنا حاولنا نطير بكله ما في ففي النهاية حبينا الحبيان ده أصل بدينا نجيب على حيلنا بإنه شباب زيكم يعني ما كان بنقدر نتواصل مع شباب زيكم يقدموا البحوث بتاعتهم نعم يعني والطريقة البيوتيفول اللي بتحصل حالياً لا ممتاز والله انا يعني حابب اهنيك على الحاجه دي استمرت على يعني والله جروب ورك يعني في تيم ورك كبير جدا من الشباب من المشرفين والمشرفات التعاقبوا على على يعني اسراء الموضوع ده في انه كيف يعمل من ايديشن ومودريشن والى اخره انا اشكرهم جميعا يعني واشكرك انت على برضه الانيشيشن بتاع الجروب الجديد وان شاء الله يعني الناس تواصل في المبادرات على اساس نخدم بلدنا بكل ما نستطيع يعني. نعم بإذن الله. شكرا لك كثير والله يا دكتور. الله يكرمك يا باشمهندس عثمان. الواحد سعيد إنه قدر أساسا يعني يوصل حاجة ويوضح يعني من خلال منصة زي دي بتابع ناس كتار يوصل رسالته والفيجن بتاعته. نعم. وزي هو أنا بأكد تاني يعني بكل الحاجة اللي بقدر أعملها مستعد أساعد الناس كل يوم ما دار الناس يقعوا في نفس المشاكل اللي وقعت فيها زمان. فبتمنى يعني إنه أي زول يا جماعة محتاج لمساعدة أو كده بشيء بنقدر نقدمه سواء كان بمعرفتنا أو بعلاقاتنا الناس يعني ما فيها حرج يعني الناس طوارئ تجي يعني ونحاول قدر الإمكان نتواصل مع بعض وشكرا لكم مرة ثانية ومعليش على الخمر خرمي اللي قلناه والشيء دي لكن يعني كانت محتاجة طبعا منبهات كده وحياز كده عشان الزول يقدر يستوعبها يعني لكن ان شاء الله تكون هنا وهسه لو في زول برضه مثلا عنده في بيزكس معينه حاب انه يعرفها من البحث بتاعي ده اوبن انه يرسل له البحث بتاعي ذاته او لو داير يتناقش معي في حاجه او طلب عايزين يعرف بيزكس معينه يعني شنو كاركترايزيشن يعني شنو اس ام يعني كده انا برضه اوبن لانه الناس يعني لو زرتها لي ممكن نوريه الحاصل شنو يعني ف طيب حاجه اخيره دي لازم انا اعتقد انه نقولها في رمضان او قبل رمضان بشويه يا اخوان احنا قلنا لا ما قلنا لا دي لازم للدنيا والزمان عثمان one day we are not going to be here فرحنا نريد to document الكلام ده ونوري كيف لا يا اخي لا لا عفيني منها يقول احسن انت لا 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 معليش عفي لي انا ده لازم اقوله يعني نيابه العتاسه الموجودين هنا الجروب ده يا اخوان اسمه الختمه اليوميه للقران بعد التجويد والتفسير بديناه قبل رمضان بشويه هو عباره عن حلقات بتاع التلاوه فدخل علينا في اول يوم ولا ثاني يوم في التلاوه نفسه زول برسل له دعوه بهناك انه والله في جروب بتاع تلاوه يعني فدخل علينا الشاب اللطيف الرائع اللي اسمه عثمان ده ف وبدا يصلح في الدراسه القرايه بتاعته طبعا كل ده لا بتاعته والدهية حبيب عثمان يعني حافظ كتاب الله ما شاء الله عليه وزول مجود يعني اسي الحلقه بتاعت التلاوه مستمره انا ترى اقول له عشان يتابع لا والله ابدا يعني انا لازم الكلام ده اقوله يعني هاو يعني ام براود اوف يو وكلنا كل الرواد بتوع التلاوه في يعني ناس موجودين منهم هنا هاجر حسن وعلي حمد وعلي الفاضل وهاجر يعني صراحه انا شاكر لك جدا الله يجزيك خير وربنا يوفقك وصراحه انت بتدي افضل رول موديل لزور الحافظ كتاب الله في نفس الوقت يعني موجود في الساينس اند تكنولوجي ومساهم وشاب وخلوق ولطيف ووجيه ما شاء الله الله يكرمك يا بريد يا شباب يا دكتور نور انا بقول لك بس في سؤال كان بيقول لنا لما تقول له بقول لك كيش كيش يعني بردانك الثلج ده كسر بالراحه والله انا صراحه معجب وادماير يعني فشكرا جزيلا لك شكرا لكم كثير والله ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا على الحاجه بنعمل فيها دي وطبعا في النهايه انت يعني الحياه دي كلها توفيق بس انت ما افضل يعني ماما قلت ربنا قال ما وفق لي الحياة ما بتنجب لي ولا شنو نعم نعم نسأل الله توفيق يعني انت اساسا ممكن تكون علامة العلامات لكن ما تقدر تعمل اي شيء نعم فبس توفيق يعني توفيق الحمد لله رب ربنا جزيلا الله يكرمك لكم كثير يعني نواصل ان شاء الله الله يسلمك برعاية الله